السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء سنة إعدادي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، في حلقة النهاردة بنكمل حل قطع النحو من امتحانات المحافظات للأعوام السابقة. إحنا حلينا أسئلة النحو بنظام أخطر من متعدد، في حلقة النهاردة بقى بنحل القطع، قطع النحو من امتحانات المدارس. أول قطعة، إحنا عندنا في كتاب الامتحان 20 قطعة. السؤال الأول، أول قطعة تنظر الدول النامية. تنظر، دي جملة فعلية، تنظر فعل مضارع. مين اللي بتنظر؟ الدول تبقى دي فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الدول النامية، الدول دي معرفة لأن فيها ألف ولام. والنامية معرفة فيها ألف ولام. وصفنا الدول بأنها نامية تبقى صفة يعني نعت. والدول دي فاعل مرفوع والنعت قلودة هيقلد اللي قبله يبقى نعت مرفوع. يبقى النامية نعربها برافو، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تنظر الدول النامية إلى الدول الى حرف جر الدول اسم مجرور الى الدول المتقدمه يبقى الدول اسم مجرور وعلامه جر الكسر المتقدمه نعت مجرور وعلامه جر الكسر بعين الباء حرف جر وعين اسم مجرور بعين خلي بالك ان عين اسم نكره واحنا حافظين الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال يبقى الجمله اللي بعد نكره بعد اسم نكره الجمل بعد النكرات صفات، يعني الجملة دي تملأها الدهشة دي صفة، جملة فعلية صفة، يعني جملة فعلية نعت، وعين احنا قلنا اسم مجرور، صح؟ يبقى الجملة الفعلية في محل جر نعت. طيب تملأها؟ تملأ دي الفعل. إيه اللي بتملأ؟ الدهشة، يبقى الدهشة دي فاعل. الهاء الضمير ده اللي متصل بتملأها، ده هاء الغائب لو اتصلت بفعل بتكون في محل نصب مفعول به. إنما الدهشة دي الفاعل أعربها فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم عادي خالص تتساءل كيف وصلت هذه المجتمعات لهذا الحد من التقدم وبقليل من التفكير نعرف كيف نعرف أهو ونحن واو الحال طالما لقيت الواو والضمير يعرف أن ده حال جملة اسمية ونحن نطالع دي جملة اسمية في محل نصب حال ونحن نطالع سبل التقدم نطالع الفعل ماذا نطالع سبل لا. سبل لا التقدم مفعول به منصوب تقدم مضاف اليه سبل التقدم ان ما وصلت اليه الدول الكبرى ان ان وان من اخوات ان فين اسمها ما واحنا عارفين ان ما دي اسم موصول مبني يبقى ما بمعنى لازم اسم موصول مبني والمفروض في المكان ده اسم ان يبقى أقول له اسم موصول مبني في محل اسم ان بيكون منصوب يبقى في محل نصب اسم ان أن ما وصلت إليه الدول، وصل بالفعل، من اللي وصلت الدول يبقى دي الفاعل، الكبرى دي نعت ونعت مرفوع وكلمة واحدة يبقى نعت مفرد، أنما ما وصلت إليه الدول الكبرى من التقدم الذي تحسد عليه، تحسد، خلي بالك تحسد ده فعل مبني المجهول، الذي تحسد عليه هو نتاج، هو دي مبتدأ ونتاج دي الخبر، أي ضمير منفصل بيكون في محل رفع مبتدأ، واللي بعده خبر، بس لو بعده فاعل يبقى خبر جمله فعليه هو نتاج نتاج الايه بتاع العلم العلم مضاف اليه نتاج العلم والعمل يبقى العمل اللي هو حرف عطف والعمل دي معطوفه كلاهما دي توكيد معنوي والتوكيد معنوي بيتبع المؤكد العلم والعمل ايه ده ده احنا قلنا العلم مضاف اليه مجرور يبقى ازاي كلاهما اكيد كاتبها غلط المفروض تبقى كلي لانها برضو لازم تكون مجروره مجروره وعلامه جر الياء العلم والعمل كلاهما، لا كليهما والعلم والعمل العلم مبتدا والعمل دي برضه معطوف مرفوع والعمل كلاهما ايوه دي صح يبقى العلم دي مبتدا العلم والعمل مالهم؟ يحقق ما ينفعش ما ينفعش احذفها تبقى مش توكيد يبقى العلم ماله؟ كلاهما يحقق المراد يبقى دي جمله اسمية يبقى العمل مبتدا والخبر بتاعه جملة اسمية كلاهما دي المبتدا مبتدا تاني يبقى الاول كده اعرف كلاهما مبتدا تاني مرفوع وعلامه رفع الالف لانه مثنى او لانه ملحق بالمثنى والضمير هما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. طيب فين الخبر بتاع كلاهما؟ خبر جمله فعليه يحقق. طيب والجمله الاسميه كلها كلاهما يحقق دي خبر لكلمه العلم عادي خالص كلاهما يحقق المراد والسبيل الامثل يكون بالجمع بينهما. احنا كده اعربنا بكل سهوله. نستخرج يلا استخرج من الفكرة السابقة خبرا لحرف ناسخ يعني حرف ناسخ لسه قايلين ان واخواتها يبقى ادور على حرف ناسخ احنا لسه جايبين دلوقت ان ان ما وصلت اليه الدول الكبرى طب هو عايز الخبر ما احنا قلنا ان دي الحرف الناسخ وما دي اسمها طيب ان ما وصلت اليه الدول الكبرى ماله من تقدم ايوه ماله الذي تحسد عليه ايوه برضو ماله هو نتاج اهو ده الخبر هو نتاج وخبر نوعه طالما في ضمير يبقى جملة اسمية يبقى الخبر هنا الحرف ناسخ هو نتاج ونوعه جملة اسمية اتنين فعلا مبنيا للمجهول احنا قلنا فين الفعل المبني للمجهول ادور على فعل اوله ضمة لانه لو ماضي بنضم اوله ونكسر ما قبل اخره كتب كتب ولو مضارع بنضم اوله ونفتح ما قبل اخره يكتب تبقى يكتب يبقى هنا عندي اهو تحسد لانه فعل مضارع يبقى فعل مبني المجهول عندي تحسد مين اللي بتحسد تحسد هي يبقى هنا نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي ثلاثة خطا نحويا ايوه خطا ما احنا لسه مطلعينه كلمه كلاهما دي غلط ثم صوبه صوبناه نقول له كلاهما وبين السبب هنقوله لانها توكيد معنوي مجرور وعلامه جر أربعة جملة وقعت نعت الجمل بعد النكرات صفات قلنا عين دي اسم نكر أول حاجة بدور عليها اسم ناكر ويكون بعده جملة أهي تملأها الدهشة يبقى دي جملة فعلية يبقى إحنا كده جبنا جملة وقعت نعت محلها الإعرابي عيني دي مجرورة يبقى أقول له جملة فعلية في محل جر نعت وأخرى وقعت حال أهو ونحن نطالع دي جملة اسمية وجملة الحال دايما بتكون في محل نصب هو عايز نوعها أقول له جملة اسمية عايز محلها الإعرابي أقول له جملة اسمية في محل نصب حال يلا جيم حضر محمد وصديقه الواو دي ايه حضر محمد وصديقه الاثنين جم مع بعض الواو دي حرف عطف يبقى كلمة صديقه دي معطوف ومعطوفة على محمد ومحمد فعل مرفوع يبقى معطوف مرفوع وعلامة رفع الضم طب الجملة الثانية حضر محمد وصديقه يأكل هما جملة اتنين مع بعض لا ده محمد اللي جه وصديقه كان بيعمل ايه وصديقه جاي وصديقه بياكل ده الحال يبقى الجملة اللي بعد الواو دي جملة اسمية صديقه دي المبتدا وياكل الخبر بتاعها ده حال جملة اسمية يعني صديقه اعربها مبتدا اقول مبتدا تاني هو مفيش اصلا مبتدا اول يبقى اعربها مبتدا بس مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضم والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه طيب اتنين اعمل بجد من اجل وطني اجعل الفعل السابق فين الفعل أعمل ده فعل مضارع اجعل الفعل السابق مبني الفعل المضارع علشان تخليه مبني ما تجيبش الماضي والأمر حط له نون أعمل أقول لا أعملن والله لا أعملن أو لا أعملن بجد خلاص حط لها نون بقى كده مبني يبقى انت كده حولت الفعل من معرب لمبني والفعل زي ما هو ما جبناش الماضي والامر علشان لو عايز نفس الفعل طيب دال يصون ابناؤنا تاريخ مصر العريق ما تحته خط نعربه ايه؟ كلمة العريق عايزين نعربها يصون فعل مضارع من اللي بيصون؟ أبناؤنا تبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة بيصونوا ايه؟ تاريخا يبقى تاريخ مفعول به منصوب تاريخ ايه؟ تاريخ مصر مصر دي مضاف إليه مجرور يبقى العريق نعت مجرور ولا نعت منصوب؟ خلي بالك هو فين المنعوت؟ مين اللي عريق؟ مصر اللي عريق ولا التاريخ اللي عريق؟ التاريخ التاريخ هو اللي عريق هتقول لي طيب ثانية واحدة النعت لازم معرفة ومعرفة ونكرة ونكرة برافو شاطر تاريخ معرفة معرفة بالإضافة لأن بعدها مضاف إليه تبقى معرفة اتعرفت بالإضافة والعريق معرفة لأن فيها ألف ولام وصفت التاريخ بأنه عريق يبقى العريق دي نعت بس فين المنعوت كلمة تاريخ وتاريخ مفعول به منصوب يبقى العريق نعت منصوب يبقى عربها نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة يلا السؤال اللي بعد كده القطعة الثانية صار التلوث ساره فعل ماضي فعل الماضي مبني على الفتح من اللي صار التلوث مرضا لا ده اسم ساره يبقى ساره دي من اخوات كان كان اصبح اضحى ظل امسى بات ساره ليس يبقى التلوث دي اسم ساره التلوث نعربها اسم ساره مرفع وعلامه رفع الضم التلوث ماله مرضا يبقى دي خبر ساره مرض يصعب اهو اسم نكر الجمل بعد النكرات صفات يبقى دي جمله فعليه في محل نصب لان كلمه مرضا دي خبر ساره منصوب يصعب بفعل مضارع ايه اللي هيصعب علاجه يبقى الجملة الفعلية في محل نصب نعت فالأدخنة دي مبتدأ الأدخنة تو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الواو حرف عطف عوادم الأدخنة وعوادم دي معطوف مرفوع علامة رفع الضمة العوادم بتاعة السيارات مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة في كل جر ومجرور اللي بعد كل مضاف إليه يبقى مكان دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة في كل مكان والمخلفات مبتدا التي تخرجها تخرج دي الفعل من اللي بتخرج المصانع تبقى دي الفاعل فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه هتقول لي ثانيه واحده تخرج ده مبني للمجهول هقول لك لا انا قلت لك الفعل المضارع لو مبني للمجهول بيكون مضموم اوله ومفتوح ما قبل اخره يكتب تخرج انما تخرج لا ده مبني للمعلوم المصانع دي الفاعل فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه تخرجها المصانع تلقى اهي مبني المجهول اهو تلقى في مياه النيل، في مياه جر ومجرور، النيل دي مضاف إليه والأصوات المزعجة، الأصوات مبتدأ، المزعجة دي نعت ونعت مفرط مالها الأصوات المزعجة؟ تكاد تصم آذاننا، تصم دي فعل مضارع من اللي بتصم؟ هي، تصم هي، آذاننا دي مفعول به يبقى آذاننا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة والضمير، إنا، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه لأنها اتصلت بإسم اي ضمير بيتصل بالاسم في محل جر مضاف اليه والانسان مبتدا العاقل نعت لا الاحمق لا حرف عطف الاحمق معطوفه معطوفه على العاقل يبقى برضه معطوف مرفوع مال الانسان بقى الانسان العاقل هو الذي ادرك خطوره التلوث ادرك فعل ماضي ماذا ادرك خطوره مفعول به منصوب خطوره التلوث مضاف اليه مجرور وعمل فعل ماضي كيف عمل جاهدًا لحل منصوب من اجل جر مجرور محاربتي من اجل محاربتي مضاف اليه مجرور والقضاء يبقى محاربتي والقضاء الواو حرف عطف القضاء معطوف برضه مجرور على محاربتي والقضاء عليه وعليه دي جر مجرور احنا عرب بسهوله يلا الاستخراج استخرج اسمًا مبنيًا واذكر نوعه لازم تكون حافظ لازم تكون حافظ الست انواع الاسماء المبنيه اسماء الاشاره الضمائر الاسماء الموصوله ما اسم شرط اسم استفهام بعض الظروف لازم تكون حافظ برضو الظروف وبالتشكيل حيث منذ امس الان اذ اذا هلاقي عندي في القطعه التي ودي اسم موصول هلاقي عندي هو ودي ضمير هلاقي عندي الذي يبقى اقول له اي واحده اذكر نوعه اقول له التي او الذي باسم موصول او اقول له هو واقول له ده ضمير غائب اثنين اسما معربا واذكر علامه اعرابه اسم معرب هات اي كلمه فيها الف ولام هتقول لي طيب انا ممكن اجيب كلمه ما فيهاش الف ولام اهو كلمه مرضا ما معربه منصوب بالفتحه صح انت صح بس هات كلمه فيها الف ولام لان اي كلمه فيها الف ولام هتبقى معربه واعربها احنا اعربنا كلمة التلوث اهو اعربناها اسم سارة مرفوع بالضمة يبقى اقول له كلمة التلوث وعلامة الاعراب الضمة سهل على نفسك في الامتحان ثلاثة فعل مبني فعل مبني هات ماضي او امر أو سارة فعل ماضي مبني على الفتح واذكر علامة البناء هقول له الفتح فعل ماضي مبني على الفتح طيب لو جبت حاجة غير سارة لو قلت مثلا ادراكة لو قلت مثلا عملة عادي اي فعل ماضي او اي فعل امر أربعة معطوف وأعربه أجيب الأول حرف العطف عنده الأدخنة وعوادم يبقى عوادم دي معطوفة أعربه معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة عند العاقل لا برضو كلمة الأحمق معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة محاربته والقضاء عليه القضاء معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة خمسة نعت وبين نوعه هات أي كلمتين معرفة أو أي كلمتين نكرة ورا بعض ويكون بيوصف ويبقى ده نعت مفرد أو أشوف له نعت جملة الجمل بعد النكرات صفات أنا قلته مرضا يصعب علاجه يبقى دي جملة فعلية يصعب علاجه دي جملة فعلية في محل نصب نعت طيب أنا لو جبت نعت مفرد قلت الأصوات المزعجة قلت الإنسان العاقل برضو صح برافو أقول له كلمة المزعجة أو كلمة العاقل ونوعه نعت مفرد ستة حال واذكر نوعها احنا قلنا هو في آخر سطر كيف عمل جاهدًا يبقى دي حال مفردة كلمة واحدة يبقى جاهدًا ونوعه حال مفردة يلا جيم أكمل بما هو مطلوب بين القوسين واحد أحب الصادق نقط الكاذب خلي بالك إن هنا في إثبات يبقى نقول أحب الصادق عايزين حاجة بتثبت للي قبلها تثبت الصادق وتنفي الكاذب يبقى هنا عندنا لا أحب الصادق لا لا الكاذب اتنين جاء الطالب عايزين حال جملة هات أي فعل جاء الطالب يمشي يضحك يغني او جمله اسميه جاء الطالب وهو سعيد وهو مسرور يبقى صح يبقى جيب جمله فعليه او جمله اسميه ثلاثة، رايت عصفورا نعت شبه جمله هات يا ظرف يا جر مجرور او رايت عصفورا في العش او رايت عصفورا فوق الشجره اربعه الصديقان نقط مخلصان توكيد معنوي نقول الصديقان كلاهما مخلصان يبقى كلاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الالف د وذاكر الدرس عند جعل الفعل مبني هو فين الفعل؟ وذاكر عند جعل الفعل مبني على السكون هو أنت الفعل المضارع بيكون مبني على السكون؟ لو اتصلت به نون النسوة طيب لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على الفتح هو عايزه مبني على ايه؟ على السكون مع بقائه مضارع يفضل مضارع زي ما هو مفيش ما حل غير ان احنا نضيف له نون النسوة فين بقى نون النسوة؟ لا لا دون التوكيد. هم يذاكرون؟ لا ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. هن اهي النسوة هي. هن هن يذاكرن دروسهن يبقى يذاكرن ده فعل مضارع ومبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أنت تذاكرين؟ لا ده مرفوع بثبوت النون لاتصال بياء المخاطبة. ده فعل من الأفعال الخمسة. يلا السؤال اللي بعد كده، السؤال التالت جمعت المعلمة كراسات التكليف المنزلي. جمع ده فعل ماضي دي تاء التانيث وجمع ده, ده ماضي مبني على الفتح المعلمه دي الفاعل كراسات مفعول به منصوب وعلامه نصبه خلي بالك ركز ده جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم بينصب بالايه ينصب بالكسره ودي علامه اعراب فرعيه منصوب وعلامه نصب الكسره لانه جمع مؤنث سالم كراسات بتاعه التكليف مضاف اليه مجرور التكليف المنزلي وصفنا التكليف بانه منزلي تبقى دي نعت ونعت برضو مجرور من الطالبات جر مجرور فاكتشفت اكتشف فعل ماضي مبني على الفتح ماذا اكتشفت؟ أن طالبتين أن دي حرف ناسخ إنو إن طالبتين اسم أن منصوب وعلامة نصب الياء كراستهما غير موجودتين ده خبر أن بس خبر جملة أسمية وهنا اللي بعد غير مضاف إليه موجودتين دي مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء والسبب ان برضو حرف ناسخ الطالبتين برضو اسم ان مالهم الطالبتين لم تؤديا يبقى دي ينفع نحذفها كلتيهما يبقى دي توكيد معنوي والطالبتين منصوبه يبقى توكيد معنوي منصوب وعلامه نصب الياء ان الطالبتين كلتيهما لم تؤديا لان هي ولم ولم الامر بتجزم يبقى تؤديا كانت تؤديان يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسه فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين لم تؤدي التكليف التكليف دي مفعول به والمنزلي دي نعت. وعرفت برضو فعل ماضي فعل ماضي مبنى على الفتح المعلمة فاعل عرفت المعلمة أنهما طالبتان أن حرف ناسخ والضمير اسمها طالبتان دي خبر أن مرفوع وعلامة رفع الألف طالبتان دي اسم نكرة الجمل بعد النكرات صفات الطالبتان إهمالهما واضح دي جملة اسمية جت بعد اسم نكرة الجمل بعد النكرات صفات يبقى دي جملة اسمية في محل رفع طالبتان مرفوعة خبر أن في محل رفع نعت يبقى إهمال دي مبتدأ واضح للخبر والجملة الاسمية في محل رفع نعت فطالبتهما بالاجتهاد فالطالبة المجتهدة طالبة مبتدأ المجتهدة نعت مفرد منها الطالبة المجتهدة تؤدي واجبها دي جملة فعلية بس جملة فعلية خبر لكلمة الطالبة الطالبة تؤدي بالفعل تؤدي هي واجبها دي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ اللي كلمة الطالبة وهي سعيدة دي جملة اسمية وهو الحالة هي يبقى على طول جملة اسمية في محل نصب حال وفي النهاية قالت المعلمة اريد الجد اريد الفعل فعل مضارع اريد الفاعل ضمير مستتر تقديره انا اريد الجد ده مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لا الكسل لا حرف عطف الكسل معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى احنا كده خلصنا الاعراب بسهوله تعالوا نستخرج يلا مع بعض واحد حال واذكر نوعها انا قلت هو في القطعه تؤدي كيف تؤدي واجبها وهي سعيده ودي نوعها برافو حال جمله اسميه وفين الرابط الواو والضمير ومحلها الاعرابي جمله اسميه في محل نصب حال اتنين توكيد معنوي اهو كلتيهما اتاكد ان يجوز حذفه اه ينفع نحذفه السبب ان الطالبتين لم تؤديا يبقى كلتيهما دي توكيد معنوي ونعربه الطالبتين اسم أن منصوب يبقى دي توكيد معنوي منصوب وعلامة نصب الياء. ثلاثة نعت جملة الجمل طالما جملة الجمل بعد النكرات صفات أهو فين الاسم النكرة؟ طالبتان بعد جملة أيوة إهمالهما واضح واذكر محلها الإعرابي محلها من الإعراب طالبتان دي خبر أن مرفوع يبقى دي جملة اسمية في محل رفع نعت أربعة اسما معطوفا وأعرب المعطوف عليه احنا قلنا هو آخر حاجة الجد لا الكسل يبقى فين المعطوف كلمة الكسل وفين المعطوف عليه كلمة الجد هو عايزنا نعرب المعطوف عليه كلمة الجد أريد أنا الجد يبقى دي مفعول به منصوب يبقى الكسل دي المعطوف والجد دي المعطوف عليه ونعربها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة جيم واحد فهمتوا استخدم الفعل اللي هو فهمته ده استخدم الفعل في جمله مفيده مع بيان حالته من الاعراب او البناء حطها في جمله قول فهمت الدرس ومعرب ولا مبني ده ماضي فهمت الدرس وده فعل ماضي مبني على السكون فهمت تو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل اثنين تكتب ادخل على الفعل ياء المخاطبه تبقى تكتبي او تكتبين في جمله واعربه اقول مثلا انت تكتبين ده فعل من الافعال الخمسه طالما الفعل المضارع اتصلت بيه المخاطبه هيكون فعل من الافعال الخمسه لو مرفوع هيرفع بثبوت النون يبقى هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمسه ولو منصوب او مجزوم هينصب او يجزم بحذف النون دال كن حيث شئت حيث منذ امسي الان ده ظرف مبني يبقى على طول هنعربه ظرف مبني خبر كان اكيد لا ظرف مكان لا مرفوع لا مرفوع دي غلط ظرف مكان منصوب منصوب غلط ظرف مكان مبني على الضم حيث علشان كده قلنا نحفظ بالتشكيل حيث منذ سي الان يبقى حيث دي ظرف مكان مبني على الضم السؤال اللي بعد كده الرابع التعليم يلا نعرب مبتدا مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه اختر الاجابه الصحيحه كلمه التعليم تعرب مبتدا التعليم رسالة سامية، ماله التعليم؟ رسالة، يبقى دي خبر، خبر مفرد. مالها الرسالة؟ رسالة سامية، يبقى دي نعت ونعت مفرد. رسالة يؤديها المعلمون، يؤديد الفعل والمعلمون دي الفاعل، وفاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جامع مذكر سالم. المعلمون تعرب فاعل مرفوع بالايه؟ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جامع مذكر سالم. يؤديها المعلمون كلهم، لتوكيد توكيد معنوي، كلهم توكيد معنوي مرفوع. وهم مخلصون ده حال جملة اسمية هم مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ومخلصون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو وهم مخلصون للنهوض جر مجرور بالمجتمع جر مجرور حتى أن لن كي حتى لم التعليل بينصب حتى ده بينصب الفعل المضارع يبقى يحققه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون فعل من الأفعال الخمسة ماذا يحققه؟ يحققه ده الفعل الواو الفاعل التقدم مفعول به يبقى نعربها مفعول به منصوب اهو ثلاثة التقدم تعرب حال مفعول به مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة والرقي الواو حرف عطف الرقي معطوف منصوب وسيظل اللي هي ظل المعلم اسم ظل رمزا خبر ظل او خبر يظل يبقى رمزا تعرب خبر ظل منصوب وعلامة نصب الفاتحة رمزا عظيما دي نعت منصوب نعت مفرد في حياتنا جر ومجرور يبقى احنا كده جاوبنا على الاعراب ب استخرج من الفكره السابقه واحد اسما معربا واخر مبني يعني اسم معرب احنا حفظنا اي كلمه فيها الف أو هات التعليم واخر مبني ادور على ضمير او اسم اشاره او اسم موصول عندي كلمه هم يبقى اقول له معرب كلمه التعليم او اي كلمه فيها الف والمبني اقول له كلمه هم الضمير فعل معرب اي فعل مضارع عندي يحققوا اه فعل معرب فعل مضارع مرفوع طالما مرفوع منصوب مجزوم هنا يحققه منصوب مش مشكلة اي فعل مضارع بيبقى معرب يؤديها فعل مضارع وعندي يظل فعل مضارع يبقى اي فعل مضارع ده فعل معرب بس بشرط لم يتصل به نون النسوة او نون التوكيد ثلاثة حال وبين نوعها اهو وهم مخلصون واو الحال ونوعها دي جملة اسمية الرابط الواو الضمير نعت وبين نوعه عندي اكتر من نعت مفرد رساله ساميه يؤديها المعلمون دي بعد الرساله اسم نكره يؤديها المعلمون دي نعت ونعت جمله فعليه طيب لو قلت رمزا عظيما برضه صح طيب لو قلت رساله ساميه برضه صح نعت مفرد يبقى يؤديها المعلمون دي نعت جمله فعليه وكلمه ساميه دي نعت مفرد وكلمه عظيما دي نعت مفرد يلا خمسه توكيد وبي نوعه عنده كلهم ونوعه توكيد معنوي، توكيد معنوي مرفوع لأن المعلمون مرفوعة. يلا جيم أكمل بما هو مطلوب منك بين القوسين. عايزين معطوف لا أصادق كذابًا لكن صادقًا وتركز في الإجابة لازم تحط التنوين صادقًا، حط الألف بتاع التنوين، لو ما كتبتوش هتنقص. كذابًا صادقًا معطوف منصوب. إتنين رأيت عصفورًا شبه جملة، رأيت عصفورًا شبه جملة يعني يجر مجرور في العش. أو ظرف فوق الشجرة رأيت عصفوراً فوق الشجرة دال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد يقبل بالفعل يقبل الطلاب الفاعل على دروسهم وهم دي جملة دي حال جملة إسمية هم مبتدأ اللي بعدها خبر مرفوع مسرورين يأونون لأ مسرورون مسروران مسرور الطلاب دي جامع وهم بتستخدم للجامعة يبقى أخد الجامعة أخد مسرورون لأنها خبر مرفوع وعلامة رفع الواو اتنين اتصف الشعب بالأخلاق الفاضلة كلمة الفاضلة نعت مرفوع ولا مجرور ولا منصوب اتصف الفعل الشعب الفاعل بالأخلاق دي جر ومجرور الفاضلة دي نعت مجرور يبقى نعت مجرور وعلامة جر الكسر اهو مجرور بالكسرة ها أبصرت اللي هي أبصرة والتاء دي الفاعل طائرة أبصرت طائرة بين السحاب اجعل النعت حال هو فين النعت طائرة دي اسم نكرة بعده نعت شبه جمله شبه جمله ظرف عايزك تحول النعت شبه الجمله ده تخليه حال هو ايه الفرق ما بين النعت والحال الجمله وشبه الجمله ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال يعني كلمه الطائره الناكره دي لو خليتها معرفه يبقى شبه الجمله بقى حال اقول ابصرته الطائره بس هحط الالف واللام لكلمه الطائره يبقى انا كده حولت الاسم النكره خليته معرفه يبقى شبه الجمله اللي هو باين بقى كده حولناه بقى حال يلا السؤال اللي بعد كده السؤال الخامس سأل رجل سأل فعل ماضي من اللي سأل راجل يبقى دي فاعل نعرفها فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم سأل مين شيخة مفعول به منصوب حكيما دي نعت نعت منصوب قال له يا شيخ لماذا لا يهزم يهزم فعل مبني المجهول من اللي يهزم المصريون اوعى تعرفها فاعل يبقى الإجابة غلط هنا دي نائب فاعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم فقال هم بين الشعوب شعب يبقى هم دي مبتدا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا وبين دي ظرف والشعوب مضاف اليه مجرور فين الخبر هم مبتدا هم ايه شعب يبقى دي خبر يبقى شعب دي خبر مرفوع وعلامه رفع الضم وشعب اسم ناكرة والجمل بعد النكرات صفات يبقى يعرف الامل جمله فعليه في محل رفع نعت يعرف دي الفاعل وفين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماذا يعرف الامل بمفعول به مفعول به منصوب وعلامه نصب الفاتحة؟ الامل لا الياس لا حرف عطف الياس معطوف منصوب احب ده فعل ماضي مبني على الضم احب الحياه مفعول به منصوب احب الحياه متغيره كيف احب الحياه متغيره دي حال حال منصوب وعلامه نصب الفاتحة. فاحبتهم الحياه من اللي حبتهم الحياه دفعل. يبقى احنا كده اعربنا يلا نستخرج واحد اسم معرب اي كلمه فيها الف ولام واخر مبني اشوف اي ضمير او اسم اشاره او اسم موصول عندي اسم استفهام لماذا عندي ضمير اللي هو هم واجيب له اي كلمه فيها الف ولام تبقى معرب واقول له هم او لماذا ده اسم مبني هنا سال رجل احنا عربنا رجل دفاع المرفوع يبقى ده كلمه رجل برضو معربه بس الافضل تجيب كلمه فيها الف ولام اتنين فعلا مبنية، اجيب ماضي او امر عندي سألا فعل ماضي مبني على الفتح وبين علامة البناء أو له سألا فعل ماضي مبني على الفتح أحبوا فعل ماضي مبني على الضم ثلاثة حرف عطف وبين المعطوف والمعطوف عليه أهو يعرف الأمل لا اليأس فين حرف العطف لا وفين المعطوف اللي بعدها المعطوف كلمة اليأس المعطوف عليه كلمة الأمل أربعة نعت جملة الجمل بعد النكرات أهو نكرة اللي هو كلمة شعب بعدها جملة أيوة يعرف الأمل يبقى يعرف الأمل دي نعت جملة جملة فعلية في محل رفع نعت حال وبين نوعها كلمة متغيرة وطالما كلمة واحدة واسم يبقى حال مفردة فعل معرب أجيب له فعل مضارع أهو في النعت الجملة يعرف الأمل يبقى يعرف ده فعل مضارع ويهزم ده فعل برضه مضارع مبني للمجهول مش مشكلة فعل مضارع وفعل مضارع مرفوع يبقى فعل مضارع معرب جيم نقدر معلما يحترم تلاميذه معلما دي اسم نكرة بعد جملة اه يحترم تلاميذه دي جملة فعلية وجملة فعلية في محل نصب نعت بيقول لك حول النعت خليه حال بسهولة جدا معلما النكرة اخليها معرفة اقول مثلا نقدر المعلم بس ده اللي انا هغيره معلما دي نكر والجمل بعد النكرات صفات اخليها معرفة الجمل بعد المعارف احوال دل. لا اصاحب السفيه بل المهذب عايزين نشيل بل ونحط لا بس لا لابد ان تسبق باثبات يبقى هنشيل النفي ده ونبدل المعطوف والمعطوف عليه او الاصاحب المهذب لا السفي احط لا ابدل المعطوف والمعطوف عليه والنفي اشيله لا لابد ان تسبق باثبات ها قلت الصدق اكد الضمير وفين الضمير هو تاء الفاعل قلت اللي هو انا عايزك تاكده هتقعد تفكر في توكيد معنوي توكيد معنوي مش هتجيب والتوكيد اللفظي سهل جدا هو الضمير ده تاء الفاعل اللي هو انا طب ازود كمان انا يعني لو قلت قلت انا يبقى انا باكدتها كده كده انا اكدت الجمله التاء اللي هي الفاعل وانا اللي هو الفاعل برضه اللي هو انا يبقى انا دي توكيد توكيد لفظي يلا واو اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين لما يلي الطالبان كلاهما متفوق كلاهما ينفع نشيلها ينفع نقول الطالبان متفوق؟ لا، يبقى ده خبر جملة اسميه، يبقى كلاهما دي مبتدأ تاني، الطالبان مبتدأ، كلاهما مبتدأ تاني مرفوع وعلامه رفع الألف. في اثنين، الطالبان ينفع نقول الطالبان متفوقان؟ اه، طالما ينفع نشيلها يبقى دي توكيد، يبقى نعربها توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفع الألف. وصلنا للسؤال السادس: إن الهدف الأسمى لميثاق الطفل العربي، إن ده حرف ناسخ، الهدف اسم إن، الهدف اسم ان منصوب وعلامه نصب الفتحه الهدف الاسمى وصفنا الهدف بانه اسمى يبقى نعت نعت مفرد الهدف الاسمى لميثاق اللام حرف جر ميثاق اسم مجرور ميثاق بتاع الطفل يبقى دي مضاف اليه مجرور العربي نعت مجرور معرفه ومعرفه وصفنا الطفل بانه عربي يبقى نعت مفرد هو ضمان ان الهدف ماله الهدف هو ضمان يبقى خبر ان جمله اسميه هو مبتدا وضمان اي ضمير منفصل بيكون في محل رفع مبتدأ واللي بعده خبر يبقى ضمان دي خبر هو ضمانه ضمان دي خبر نعرفها خبر مرفوع وعلامه رفع الضمه هو ضمانه تنشئه اجيال من الاطفال العرب برضو الاطفال العرب معرفه ومعرفه وصفنا الاطفال بانهم عرب الاطفال دي اسم مجرور يبقى العرب برضو نعت مجرور تدرك رسالتها القوميه تدرك دي الفعل فعل مضارع والفاعل تدرك هي ماذا تدرك رسالتها يبقى رسالتها دي مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه رسالتها القومية وصفنا الرسالة بأنها قومية رسالة معرفة لأن فيها ضمير القومية معرفة لأن فيها ألف ولام تبقى نعت ورسالة منصوبة يبقى القومية تا نعت منصوب فيعيش كل طفل يعيش فعل مضارع من اللي هيعيش كل يبقى كله يبقى كل دي الفاعل اللي بعده كل مضاف اليه كله طفل يبقى طفل دي مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره كيف يعيش وهو مطمئن حال جمله اسميه هو مبتدا ومطمئن خبر والجمله الاسميه في محل نصب حال يلتزم فعل مضارع يلتزم هو بمبادئ جر ومجرور بمبادئ الحق مضاف اليه لا الباطل لا حرف عطف والباطل معطوف مجرور وعلامه جر الكسره اعربنا يلا نستخرج بقى استخرج من الفكرة السابقة اسما مبنيا واسما معربا الاسم المبني اشوف اي ضمير اسم اشارة اسم موصول عنده هو ضمان يبقى اقوله الاسم المبني كلمة هو واسم معرب اي كلمة فيها الف ولام اي كلمة فيها الف ولام هتكون معربة يلا اتنين فعل معرب ايه المعرب من الافعال المضارع اشوف فعل مضارع تدرك يعيش يلتزم اي فعل مضارع يبقى اقول له فعل مضارع اجعله مبني زود له النون نون النسوة او نون التوكيد بلاش تجيب الماضي الافضل الفعل المضارع لما تحوله من معرب لمبني ازود له نون النسوة او نون التوكيد تدرك يبقى لا تدركن يعيش يعيشن يلتزم يلتزمن يبقى انا كده جعلت الفعل مبني ثلاثة نعت مفرد واضبطه نعت مفرد احنا قلنا الهدف الاسمى الطفل العربي الاطفال العرب رسالتها القومية أي واحدة وما تنساش الضبط اللي هو التشكيل الهدف الأسمى مفعول به منصوب يبقى نقول الأسماء فتحة العربي لميثاق الطفلي العربي يبقى الكسرة أو الفتحة الضبط ده بيكون عليه نص الدرجة أربعة حال وبين نوعها عند في القطعة وهو مطمئن نوعها إيه؟ برافو حال جملة اسمية خمسة حرف عطف آخر حاجة الحق لا لا الباطل يبقى فين حرف العطف؟ لا وضبط المعطوف اللي هو الباطل ضبطناها الكسرة دي للباطل ونعربه معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة والضبط اللي هو تشكيل الحرف الأخير أو للباطل أحط الكسرة تحت الباطل تحت اللام لأنها معطوفة على الحق والحق مضاف إليه مجرور يبقى الباطل معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة السؤال اللي بعد كده أجب بما هو مطلوب واحد والله لأجتهدن الفعل المضارع اجتهدن اجتهد فعل مضارع اتصلت بنون التوكيد يبقى على طول مبني الفعل المضارع لو اتصلت بنون النسوة بيكون مبني على السكون لو اتصلت بنون التوكيد بيكون مبني على الفتح يبقى هنا الفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اثنين عرفت صديقا مؤديا عمله باتقان حول النعت المفرد لجملة هو فين النعت أصلا أهو صديقا مؤديا يبقى مؤديا دي نعت ونعت مفرد. عايز اخليه جمله اقلبها فعل، اقول عرفت صديقا يؤدي، خلاص يؤدي بقى جمله فعليه. ثلاثة قرأت سامية وفاطمة التقرير وصوتهما مسموع. وردت واو في العبارة السابقة مرتين. قرأت سامية وفاطمة، سامية وفاطمة. الواو دي حرف عطف، يبقى اسمها عاطفة. بيقول لنا بين نوع كل منها. يبقى في الجملة الأولى الواو الأولى دي واو العطف. انما التانية وصوتهما دي حال حال جملة اسمية يبقى الواو دي حالية واو الحال اربعة طابط نفس الطالب طابط من اللي طابت نفسه دي فاعل فاعل مرفوع والطالب دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسر اجعل الفاعل كلمة نفس توكيد معنوي اجيبها بعد المؤكد اقول طاب الطالب مش طابط الطالب بقى طاب الطالب نفسه الطالب هتبقى فاعل مرفوع ونفسه هتبقى توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمه دل. هذا طفل متميز اجعل الاسم المبني معرب هو فين الاسم المبني اهو هذا اسم اشاره مبني عايز اخليه معرب انا عارف ان كل اسماء الاشاره مبنيه ما عدا هذان وهتان خلاص اخليها هذان او هتان طفل مذكر يبقى اخليها هذان يبقى احولها للمثنى اقول هذان طفلان متميزان السؤال السابع امر الله بالاقتصاد في المعيشه دي جمله فعليه امر فعل ماضي مبني على الفتح والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالاقتصاد جر ومجرور في المعيشة جر ومجرور وقد أعطى أعطى برضو فعل ماضي مبني على الفتح وأعطى من الأفعال اللي بتنصب مفعولين منح ومنع أعطى وسأل كسى وألبسة بتنصب مفعولين أعطى سبحانه وتعالى أعطى المنهج الوسطي يبقى ربنا من اللي أعطى الله سبحانه وتعالى أعطى المنهج لمفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتحة الوسطي ذي نعت لكلمة المنهج وأهمية أعطى المنهج إيه؟ أهمية في الإنفاق مفعول به تاني يبقى أعطى نصبة مفعولين المنهج المفعول به الأول وأهمية المفعول به التاني أعربها مفعول به تاني منصوب وعلامة نصب الفاتحة في الإنفاق جر مجرور وعلى ربات جر مجرور على ربات البيوت ربات بتوع البيوت مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر كلهن توكيد معنوي مجرور من الآن من حرف جر والآن ظرف ظرف مبني من الآن ظرف مبني على الفتح أن يتوسطنا ويتوسطنا فعل مضارع برضه مبني لاتصال بنون النسوة يتوسطنا فعل مضارع مبني على السكون يتوسطنا في الإنفاق بحكمة جر ومجرور وعلى كل أم على كل جر ومجرور اللي بعد كل مضاف إليه على كل أم ألا تبخل اللي هي أن ولا ألا تبخل تبخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة ولا تبذر كي يصان أن لن كي حتى لم التعليل بتنصب يبقى يصان فعل مضارع منصوب كيصان ويصان فعل مبني للمجهول عادي عارفها فعل مضارع منصوب وبيتها لا مش فاعل يصان فعل مبني للمجهول يبقى بيتها نائب فاعل مرفوع وعلامه رفع الضم فالمبذرون مبتدا مرفوع وعلامه رفع الواو مالهم المبذرون؟ اخوان يبقى اخوان دي الخبر واخوان جمع تكسير يعرب اعراب المفرد يبقى اخوان دي خبر خبر مرفوع وعلامه رفع الضم إخوان الشياطين الشياطين دي مضاف إليه مجرور ألف أعرب إحنا خلاص أعربنا استخرج من الفكرة واحد مضارع معرب وآخر مبني معرب يعني فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم أي حاجة بيكون معرب والمبني إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد عند الفعل المعرب تبخل تبذر يصان أي فعل من ده معرب والمبني اهو يتوسطنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة يبقى نقول تبخل ده مضارع معرب ونقوله ده مبني على السكون. اثنين نعت مفرد اشوف معرفه ومعرفه او نكر ونكر أو اهو عندي المنهج الوسطي يبقى كلمه الوسطي دي نعت مفرد. ثلاثه توكيد اهو ربات البيوت كلهن يبقى كلهن دي توكيد، توكيد معنوي. ظرف مبني عندي الآن يبقى الان ده ظرف مبني على الفتح. جيم اجب بما هو مطلوب واحد يحب الله الصادقين نقط الكاذبين هنا في اثبات يبقى ما ينفعش لكن هو ما فيش اصلا لكن يحب الصادقين والكاذبين لا احنا عايزين حرف عطف بينفي الحكم عن اللي بعده ننفع عن الكاذبين يبقى هو لا لان لا بتسبق باثبات وبتثبت الحكم للي قبلها اثبتنا الحب حب الله للصادقين وبتنفيه للي بعدها نفته عن الكاذبين اثنين ليت هذا المستمع يكون ملبيا للنداء اجعل الاسم المبني معرب هو فين الاسم المبني هذا عايزين نخليه معرب يعني نحول المثنى ليت نقول هذا تبقى إيه؟ ليت اسم ليت بيكون منصوب ان وان كان لكن ليت لعل يبقى نقول منصوب بالياء هيكون معرب بقى لما نحوله للمثنى نقول ليت هذين المستمع المستمعين يكون يكونان وملبي هتكون خبر كان يكون منصوب يبقى يكونان ملبيين للنداء يبقى نقول ليت هذين المستمعين يكونان ملبيين للنداء ثلاثة استمعت إلى النصيحة متمتعا فين الحال؟ اهو متمتعا نوعه مفرد خليه جملة احط لها ضمير اقول وانا متمتع بس وانا متمتع بقى جملة اسمية او اقول اتمتع بقى جملة فعلية أربعة كلا الطالبين مؤدبان اجعل كلا للتوكيد للتوكيد لازم تجي بعد المؤكد أقول الطالبين ولا الطالبان أنا هبدأ بقى بالطالبان أو الطالبان لأنها تكون مبتدأ الطالبان كلاهما هنا بقى التوكيد كلاهما مؤدبان يبقى الطالبان دي مبتدا ومؤدبان الخبر كلاهما هنا بقى التوكيد معنوي مرفوع وعلامه رفع الالف السؤال اللي بعد كده السؤال الثامن يعاني وطننا من اعباء جسام يعاند الفعل وطننا الفاعل من اعباء جر ومجرور الاعباء اسم نكره وجسام نكره وصفنا الاعباء بانها جسام يبقى نعت مفرد نعت مجرور تحتاج الى الاتحاد الاعباء تحتاج دي نعت نعت جمله فعليه تحتاج الفعل والفاعل ضمير مستتر تقدروه هي الى الاتحاد جر ومجرور لنخرج ونحن امنون لنخرج اللام لام التعليل لكي لام التعليل بتنصب أن لن كي حتى لم التعليل لنخرج فعل مضارع منصوب لنخرج كيف نخرج ونحن آمنون حال جملة اسمية نحن مبتدأ وآمنون بالخبر ونحن آمنون من هذا النفق المظلم معرفة ومعرفة وصفنا النفق بأنه مظلم برضو تبقى نعت من هذا النفق المظلم ولتحقيق العزة كونوا يا مصريين متحدين ولتحقيق اوعى تغلط وتفكر ان تحقيق دي فعل تحقيق اسم حط لها ألف ولام التحقيق، حط لها تنوين تحقيقًا لإسم، يبقى اللام دي حرف جر، يبقى تحقيق نعربها اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. ولتحقيق العزة كونوا، كونوا فعل أمر، والفعل الأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه، يكونوا مجزوم بحذف النون، يبقى كونوا فعل أمر مبني على حذف النون. كونوا يا مصريين، كونوا الأمر بتاع كان، فين إسمها؟ الواو الضمير ده، وفين خبر كان؟ أهو كونوا إيه؟ متحدين، يبقى متحدين دي خبر كان منصوبه علامة نصب الياء. واحرصوا فعل أمر مبني على حذف النون. احرصوا على وطنكم الحبيب، أهو وطنكم معرفة والحبيب معرفة. وطنكم معرفة لأن فيها ضمير، الحبيب معرفة لأن فيها ألف ولام يبقى نعت مفرد. الذي سيظل بإرادة الله شامخا، يظل، خلي بالك برضه إن ظل من أخوات كان. سيظل فين اسمها؟ ضمير مستتر، تقديره هو. يظل هو بإرادة الله يظل إيه؟ شامخا، ده خبر يظل يظل شامخا، شامخا ده خبر يظل منصوب علامة نصب الفتحة شامخا فوق الجميع فأنتم مبتدأ تعرفون خبر جملة فعلية فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية اللي هي تعرفون في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو أنتم تعرفون جميعا دي حال بأنكم أهل سلام اللي هي أن ده حرف ناسخ والكاف اسمها واهل دي خبر ان خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه انكم اهل اهل سلام دي مضاف اليه سلام مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسر على مر جر مجرور التاريخ مضاف اليه مجرور لا حرب سلام لا حرب خلي بالك ان حرب معطوفه اللام دي حرف عطف وحرب معطوف بس معطوفة على ايه التاريخ لا حرب لا سلام لا حرب يبقى حرب معطوفه على سلام اهل وسلام سلام سلام مضاف اليه مجرور يبقى حرب دي معطوف مجرور وعلامه جر الكسر احنا كده عربنا الاستخراج استخرج اسم مبني واذكر نوعه اسم مبني ادور على ضمير اسم اشاره اسم موصول عنده نحن وعندي هذا اي واحده اذكر نوعه اقوله له نحن ده ضمير منفصل للمتكلم او اقول هذا لانها اسم اشاره اثنين فعل معرب بعلامه اعراب فرعيه ايه ده يعني علامه اعراب فرعيه آه الفعل المعرب علامات الإعراب الأصلية مرفوع بالضمة لو الفعل مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجزوم بالسكون الفعل مش مجرور مجرور دي بتاعة الأسماء مجزوم بالسكون أي حاجة تانية تبقى فرعية أدور على علامة إعراب فرعية يكون مرفوع بثبوت النون منصوب مجزوم بحذف النون حذف حرف العلة هلاقي عندي اهو عندي مثلا فعل مضارع تعرفون احنا قلنا تعرفون ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت يبقى علامه اعراب فرعيه ثلاثة اسم معرب بعلامة إعراب فرعية، اسم بقى مش فعل. علامة إعراب فرعية في الأسماء أي حاجة غير مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، أي حاجة غير كده هتبقى فرعية. عندي أدور بقى على مثنى أو جمع مذكر سالم. مصريين، متحدين وكلمة آمنون يأونون وونون يبقى هنا الياء والواو دي علامة إعراب فرعية أربعة نعت جملة واذكر الرابط أهو يعاني وطننا من أعباء جسام الأعباء دي تحتاج إلى الاتحاد يبقى تحتاج دي نعت جملة ومن اللي بتحتاج فين الرابط ضمير مستتر تقديره هي حال وبين نوعها أهو ونحن آمنون حال نوعها جملة اسمية حرف عطف بيفيد النفي اللي بيفيد النفي لا برافو لا حرب واذكر المعطوف المعطوف كلمة حرب المعطوف عليه كلمة سلام جيم احرصوا فعل مبني على الفعل الامر احرصوا فعل امر الفعل الامر بيبنى على ما يجزم به مضارعه المضارع يحرصوا مش يحرصون بيكون مجزوم بحذف النون يبقى الامر مبني على برافو مبني على حذف النون دال اجب بما هو مطلوب بين القوسين واحد نحرص على التفرق لكن الترابط صوب الخطأ هو هنا في الجملة دي حرف العطف لكن لابد شرط لكن تسبق بنفي هنا نحرص ده إثبات يبقى لازم نحط نفي نقول لا نحرص يبقى الصواب هنا ان احنا نقول لا نحرص على التفرق لكن الترابط اتنين جاء فعل الطلاب فاعل ناشطين دي حال اجعل الحال نعت اللي هو ناشطين ده عايزين نخلي ناشطين دي الحال نخليها نعت النعت شرط ان يكون معرفه ومعرفه الطلاب معرفه يبقى خلي النشيطين معرفه اقول جاء الطلاب النشيطون لان الطلاب دي فاعل وهنا النشيطون هتبقى نعت مرفوع وعلامه رفع الواو ثلاثه شاهدتوا الابناء اكمل بحال جمله حط اي فعل يبقى جمله فعليه شاهدتوا الابناء يلعبون جمله فعليه او شاهدتوا الابناء وهم مسرورون يبقى حال جمله اسميه يلا السؤال اللي بعد كده التاسع جميعا نبذل الجهد الكثير نبزل دي فعل اي فعل اعربه فعل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضم نبذل نحن الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن الجهد مفعول به منصوب وعلامه نصب الفاتحة. الكثيره دي نعت نعت مفرد منصوب وعلامه نصب الفاتحة. كي ان لن كي حتى لم التعليل بتنصب يبقى يصير فعل مضارع منصوب بالفتحه ايه اللي هيصير وطنونا اسم ساره يصير المضارع بتاعها يبقى اسم ساره مرفوع وعلامه رفع الضمه ماله وطنونا وطنا خبر سارة منصوب علامة نصب الفتحة وطنا رائدا نكرة ونكر وصفنا الوطن بأنه رائد تبقى نعت منصوب بالفتحة ونعمل فعل مضارع نعمل أعمالا مفعول به منصوب لا مش الأعمال اللي في بالك أعمال تانية أعمال خير نعمل أعمالا يحبها أعمالا اسم نكر بعده جملة هي يحبها الله يبقى الجمل بعد النكرات صفات يبقى الجملة الفعلية في محل نصب نعت يحبها الله يحب الفعل والله لفظ الجلالة فاعل مرفع وعلامة رفع الضمة ونعيش فعل مضارع الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن على أرض جر مجرور يبقى أرض اسم مجرور وعلامة جر الكسرة على أرض هذا الوطن المجيد معرفة ومعرفة وصفنا الوطن بأنه مجيد تبقى نعت ونحن سعداء دي حال حال جملة اسمية مبتدأ وخبر أعرب أعربنا الاستخراج واحد اسم مبني ادور على ضمير اسم اشاره اسم موصول عنده هذا اسم اشاره نحن ده ضمير اي واحده منهم يبقى اسم مبني اثنين اسم معرب اي كلمه فيها الف ولام بعلامه اصليه يبقى حاجه تكون مرفوعه بالضمه منصوبه بالفتحه مجروره بالكسره عندي كلمه الجهد جميعا نبذل الجهد او الكثير وطنا رائدا اعمالا اي اسم يكون مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه مجرور بالكسره دي علامه اصليه ثلاثة فعل معرب فعل معرب يعني مضارع أهو عندي نعمل أو نعيش أو يصير أي فعل مضارع نبذل أي فعل مضارع هيكون معرب بشرط ألا تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد نعت مفرد عندنا كتير الجهد الكثير وطنا رائدا عندنا برضو الوطن المجيد يبقى أي واحدة من دول هتبقى نعت مفرد النعت المفرد كلمة واحدة واسم حال جملة ونحن سعداء دي جملة جملة اسمية في محل نصب حال السؤال اللي بعد كده أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة واحد إن الطالبين كلاهما ناجحان صوب ما تحته خط كلمة كلاهما نعرفها إيه إن دي حرف ناسخ الطالبين اسم إن منصوب يبقى المفروض التوكيد برضو يكون منصوب يبقى ما من نقولش كلاهما يكون منصوب بالياء نقول كليهما إن الطالبين كليهما ناجحان اثنين يحترم الناس المتعلم للجاهل عايزين نشيل لا ونحط لكن احنا حفظنا على طول لو في اثبات بنخليه نفي ونبدل المعطوف والمعطوف عليه ونشيل لا ونحط لكن نجرب يلا يحترم اقلب الاثبات نفي نقول لا يحترم الناس وبدل المعطوف والمعطوف عليه يبقى الجاهل والمتعلم هنبدلهم يبقى نقول لا يحترم الناس الجاهل لكن المتعلم د كافأت هذين الطالبين ما تحتوي خط هذان وهتان بتعرب اعراب المثنى هنا كلمة هذين دي معربة هتعرب اعراب المثنى ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء كفاء فعل ماضي التاء الفاعل دي مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء اهو ما تحته خط منصوب بالياء لانه معرب السؤال اللي بعد كده عشرة وهب الله الانسان وهب فعل ماضي وهب فعل ماضي مبني على الفتح الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وهب الله وهب برضه افعال بتنصب مفعولين زي منح ومنع اعطى وسال كسى والبسه وهب الله الايه؟ الانسان مفعول به اول حريه مفعول به ثاني منصوب الحريه دي اسم نكره وصفنا الحريه بانه يتميز بها يبقى يتميز بها دي جمله فعليه في محل نصب في محل نصب بنعت لان الجمل بعد النكرات صفات بيقول لنا الف اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين الجمله الفعليه يتميز بها في محل حرية منصوب يبقى في محل نصب نعت يتميز بها على المخلوقات جر مجرور المخلوقات جميعها لتوكيد توكيد معنوي مجرور وكم من إنسان كم الخبرية كم من إنسان فرط فعل ماضي في هذه الحرية فأصابه أصاب فعل ماضي أصابه العجز يبقى العجز دي فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة بل الذل يبقى الذل دي معطوف معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة لأن بل ده حرف عطف يبقى كلمة الزل تعرب معطوف مرفوع وعلامة رفع الضم فمن عاش محروما عاش فعل ماضي من عاش كيف عاش محروما يبقى دي حال محروما تعرب حال منصوب وعلامة نصب الفاتحة فمن عاش محروما من الحرية عاش في ظلمة حالكة ظلمة حالكة وصفنا الظلمة بأنها حالكة تبقى نعت مفرد استخرج يلا نستخرج من الفكرة فعل مبني وآخر معرب فعل مبني الماضي والأمر عندي وهب فعل ماضي عاش يبقى فعل ماضي والمعرب اجيب فعل مضارع يتميز فعل مضارع يبقى معرب يبقى الفعل المبني اقول له مثلا وهب او عاش والمعرب اقول له يتميز. اثنين حال شبه جمله يعني جر ومجرور اهو عاش اخر سطر عاش ايه؟ في ظلمه فين اصلا ما احنا قلنا الجمل واشباه الجمل بعد المعارف هو فين المعرفه اصلا؟ ضمير مستتر مين اللي عاش؟ هو ضمير مستتر ده معرفه الضمائر معرفه عاش هو في ايه في ظلمه يبقى في ظلمه دي شبه جمله شبه جمله في محل نصب حال ثلاثه اسم مبني واسم معرب اسم مبني ضمير اسم اشاره اسم موصول عنده هذه الحريه يبقى اقول له هذه ده اسم مبني والمعرب اي كلمه فيها الف ولام اقول له الحريه مثلا يبقى معرب توكيد معنوي اهو جميعها وبين علامة إعرابي على المخلوقات، المخلوقات اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، يبقى التوكيد المعنوي توكيد معنوي مجرور وعلامة جر الكسرة. يلا جيم، عرفت صديقًا عمله متقن، حول النعت الجملة لنعت مفرد، هو فين النعت؟ الجمل بعد النكرات صفات صديقة النكرة بعدها جملة أيوة عمله متقن دي جملة اسمية في محل نصب نعت عايزك تحول النعت ده تخليه نعت مفرد اعكس بدل مع بعض صديقا متقنا، أقول صديقا متقنا العمل أو متقنا عمله، يبقى متقنا هنا بقت نعت مفرد. د سأذاكر النصوص نقط النحو، لو بصيت على طول للاختيارات هتقول لي ما أنا ممكن أذاكر النصوص فالنحو بل النحو لكن النحو ثم النحو، هو ما ينفعش لكن لأن لازم يكون قبلها نفي، وهنا أصلا بيقول لك عايز حرف عطف أداة عطف بتفيد الإضراب. فاللي بتفيد الاضراب بل لان فا بتفيد الترتيب والتعقيب وثم بتفيد الترتيب والتراخي يبقى الاجابه الصحيحه بل السؤال بقى رقم 11 ان النجاح ان ده حرف ناسخ النجاح اسم ان اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه النجاح في الحياه جر ومجرور ماله النجاح عايزين نجيب خبر ان ماله النجاح ثمره يبقى ثمره دي خبر خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه ثمره المثابره المثابره مضاف اليه والعمل الواو حرف عطف العمل معطوف المثابرة والعمل يبقى برضه معطوف مجرور العمل الدائم نعت مجرور والطامح دي جملة جديدة الطامح مبتدأ ماله الطامح يظفر يظفر بفعل مضارع يعني خبر جملة فعلية طيب أعرب الطامح إيه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة يظفر خبر جملة فعلية يظفر فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر يظفر بما يريد يريد فعل مضارع ولا يرضى لان نافيه ما بتاثرش في الفعل المضارع يبقى يرضى ده فعل مضارع مرفوع ولا يرضى بحياه الباء حرف جر وحياه اسم مجرور وحياه دي اسم نكره والجمل بعد النكرات صفات بحياه يذل فيها يبقى يذل فيها دي جمله فعليه ونعت جمله فعليه في محل جر نعت لان المنعوت مجرور الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال فالعظماء مبتدا ما العظماء خطوا صحيفة مجدهم يعني أعينهم دي توكيد توكيد معنوي مرفوع علامة رفع الضم والضمير في محل جر مضاف إليه خطوا ده فعل ماضي خطة فعل ماضي مبني على الضم الفعل الماضي بنشكل آخره خطوا فعل ماضي مبني على الضم الواو دي الفاعل خطوا ايه صحيفة مفعول به منصوب صحيفة مجدهم مضاف إليه يبقى مجد مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وهم يبذلون كيف خطوا صحيفة مجدهم وهم يبذلون دي حال حال جملة اسمية هم مبتدأ أي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ويبذلون دي خبر جملة فعلية فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون والواو والجماعة الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية اللي هي يبذلون في محل رفع خبر لكلمة هم والجملة الاسمية كلها بقى هم يبذلون في محل نصب حال يبذلون ايه جهدهم مفعول به منصوب وبهؤلاء النابغين تبنى خلي بالك ان تبنى مضموم اوله مفتوح ما قبل اخره زي تكتب الماضي لو كتب ابن ابنه للمجهول نقول كتب نضم اوله ونكسر ما قبل اخره لو مضارع زي يكتب نقول يكتب هنا تبنى مضموم اوله مفتوح ما قبل اخره ده فعل مبني للمجهول يبقى على طول اللي بعدها اللي كان مفعول به هيكون نائب فاعل تبنى الحضارة يبقى دي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم ويتصل الحاضر يتصل الفعل الحاضر الفاعل بالماضي جر مجرور فلا تقصروا دي لا الناهيه ولا الناهيه بتجزم لا الناهيه ولم ولم الامر بتجزم الفعل المضارع وتقصروا فعل من الافعال الخمسه يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسه وهو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل في رسالتكم في حرف جر رسالتكم اسم مجرور وعلامه جر الكسره والكاف الضمير المتصل في محل جر مضاف اليه اعربنا بكل سهوله يلا نستخرج استخرج من الفكرة السابقة واحد اسم معطوف وبين المعطوف عليه يبقى الاول نجيب حرف عطف عنده في السطر الاول المثابرة والعمل يبقى هنا فين المعطوف اللي بعد حرف العطف اللي هو كلمة العمل والمعطوف عليه كلمة المثابرة اتنين اسم مبني وبين نوعه ادور على اسم اشارة او ضمير او اسم موصول ما لقيتش اسم شرط او اسم استفهام او بعض الظروف المبنية هلاقي عندي في القطعة اسم إشارة وفي ضمير عندي هؤلاء وأقول له نوعه اسم إشارة أو هم وأقول له نوعه ده ضمير ضمير غائب ثلاثة حال وأذكر نوعها عندنا في القطعة هو وهم يبذلون هم يبذلون قلنا حال جملة اسمية جملة اسمية في محل نصب حال أربعة نعت مفرد وأخر جملة نعت مفرد يعني نكرة ونكر أو معرفة ومعرفة ويكون بيوصف النعت المفرد عندي العمل الدائم يبقى الدائم ده نعت مفرد طالما كلمة واحدة واسم يبقى مفرد والنعت الجملة قلنا حياة يذل فيها يبقى دي جملة فعلية يبقى نقول له النعت المفرد كلمة الدائم والنعت الجملة كلمة يذل فيها جملة فعلية في محل جر نعت والنعت المفرد هنا نعت مجرور خمسة توكيد وأعربوا قلنا العظماء ايه أعينهم يبقى أعينهم دي توكيد وهنعربه توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة لأن المؤكد اللي هو كلمة العظماء مرفوع ستة فعل مرفوع بضمة مقدرة امتى الفعل بيكون مرفوع بالضمة المقدرة لو كان معتل الآخر أخره حرف علة يعني أخره ألف أو واو أو, أو ياء عنده لا يرضى لا هنا نافية ما بتأثرش في إعراب الفعل المضارع يبقى يرضى ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه المقدره لانه معتل الاخر اخره حرف عله اخره الالف يرضى الف لينة يلا السؤال اللي بعد كده رقم جيم اجب بما هو مطلوب امام كل عباره واحد حضر كلا الطالبين مين اللي حضر كلا يبقى دي فاعل والطالبين مضاف اليه مجرور اجعل الفاعل اللي هو كلا اجعل الفاعل توكيد يبقى اجيبه بعد المؤكد اول حضر الطالبين ولا طالبان دي هتبقى فاعل يبقى قول الطالبان حضر الطالبان ونقول الطالبان كلاهما بقت كده بقت توكيد خلاص وتوكيد معنوي مرفوع وعلامه رفع الالف لانها تعرب اعراب المثنى والطالبان دي فاعل مرفوع بالالف. اثنين لم تظهر الشمس ليلا لكن القمر عايزين نعرب القمر لكن ده حرف عطف الشمس لكن القمر يبقى القمر دي معطوف ومعطوفه على ايه؟ لا مش على ليلا على الشمس تظهر الشمس، الشمس دفاع مرفوع يبقى القمر معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة يبقى احنا عربنا كلمة القمر طيب عايزين نعرب كلمة الجو الشمس ساطعة لكن دي مش لكن، ما عطفتش حاجة أصلا دي لكن، إن وأن كأن لكن ليت لعل دي من أخوات إن يبقى الجو دي اسم لكن وإن وأخواتها اسمها بيكون منصوب يبقى الجو اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبارد دي خبر لكن مرفوع وعلامة رفع الضمة ثلاثة ما أهملت فأحاسب ما أهملت أنا ما أهملتش هنا ما نافية وما ربك بظلام للعبيد ما هنا نوعها نافية بتنفي يعني مش شرطية يبقى ما في الجملة الأولى نافية أعجبني ما صنعته ما بمعنى الذي أعجبني الذي صنعته يبقى هنا بمعنى الذي تبقى موصولة يبقى ما في الجملة الأولى نافية وفي الجملة الثانية موصولة السؤال اللي بعد كده السؤال 12 إن النجاح العظيم برضو إن النجاح إن ده حرف ناسخ حرف ناسخ مبني على الفتح والنجاح ان النجاح اسم ان اسم ان بيكون منصوب يبقى نعرفها اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتح النجاح العظيم وصفنا النجاح بانه عظيم ومعرفه ومعرفه يبقى نعت ونعت قالو ده هيقلد يبقى برضه نعت منصوب ماله النجاح يتحقق ده خبر ان بس خبر جمله فعليه يتحقق دي الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجمله الفعليه في محل رفع خبر ان بالافعال جر ومجرور لا الاقوال لا حرف عطف والاقوال معطوفه ومعطوفه على الافعال يبقى معطوف مجرور والمجدون مبتدا مرفوع وعلامه رفع الواو المجدون المجدون ده الكلمه متكرره ده اسمه توكيد لفظي توكيد لفظي مرفوع وعلامه رفع الواو مالهم بقى المجدون يعرفون خبر جمله فعليه يعرفون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يعرفون هذه الحقيقة فيقطعون الوقت يقطعون أفعال خمسة فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع ثبوت نون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا يقطعون الوقت يبقى مفعول به يبقى الوقت مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة من أجل جر ومجرور من أجل الوصول مضاف إليه مجرور إلى الغد جر ومجرور فكثير من الآمال من حرف جر يبقى الآمال اسم مجرور وجمع تكسير يبقى مجرور بالكسره اسم مجرور وعلامه جر الكسره فكثير من الامال تحققت تحقق فعل الماضي تحققت هي بالعزيمه جر ومجرور العزيمه الصادقه دي نعت نعت مفرد الصديقه تيه. نعت برضو مجرور فكن فعل امر والفاعل ضمير مستتر تقديره انت كن أنت يبقى صادق دي خبر كان خبر كن منصوب وعلامة نصب الفتحة فكن صادقة النية مضاف إليه مجرور تصل إلى غايتك جر مجرور طيب يبقى احنا كده برضو اعربنا الاستخراج يلا عايزين نستخرج من الفكرة اسم مبني يعني ضمير او اسم اشارة او اسم موصول واخر معرب يعني اي كلمة فيها الف ولام هتبقى معرب بكل سهولة الاسم المبني اهو عندي هذه دي اسم اشارة ممكن اجيب ضمير متصل؟ ايوه ممكن، اي ضمير متصل باي كلمه، بس لو عندك منفصل افضل، اسم اشاره أو اسم موصول افضل، يبقى نقول له هذه اسم مبني، هذه الحقيقه اقول له بقى الحقيقه دي معرب، لان اي كلمه فيها الف فلان بتبقى معرب. اثنين، فعل معرب، اجيب له فعل مضارع بشرط ان ما يكونش فيه نون النسوة او نون التوكيد. يبقى هنا هقول له فعل معرب اهو، عندي يعرفون، عندي يتحقق، عندي يقطعون، عندي تصل، اي فعل مضارع من الافعال دي معرب. والمبني اجيب ماضي او امر عنده تحقق ليتحققت يبقى اجيب له اي فعل مضارع واقول له ده معرب زي يتحقق طيب والمبني عند اتنين اقول له تحققت الماضي او الامر اللي هو كن يبقى كن برضو ده مبني مبني على السكون ثلاثة نعت واذكر نوعه احنا قلنا في القطعه النجاح العظيم ده نعت مفرد العزيمه الصادقه دي نعت مفرد يبقى هنا هقول له النعت كلمه العظيم ودي مفرد او كلمه الصادقه وبرضو مفرد معطوف قلنا الافعال للأقوال اللي بعد حرف العطف اللي هي كلمه الاقوال دي معطوف توكيد لفظي توكيد لفظي تكرار اللفظ أو المجدون المجدون يبقى كلمه المجدون وقلنا توكيد لفظي مرفوع علامة رفع الواو بين علامه الاعراب اللي هي الواو جيم اجب بما هو مطلوب بين القوسين واحد عاد الجنود منتصرين عاد الفعل الجنود فاعل كيف عادوا منتصرين يبقى دي حال منصوب بالياء اجعل الحال اللي هو كلمة منتصرين المفردة هي كلمة واحدة واسم يعني مفرد خليها جملة اسمية حط قبلها ضمير عاد الجنود وهم بس مش هينفع نقول وهم منتصرين هنقول وهم منتصرون لأن منتصرين كانت حال منصوب بالياء لما نخليها جملة اسمية هنقول وهم منتصرون هيكون إعرابها خبر خبر مرفوع وعلامة رفع الواو اتنين يحترم العالم الأقوياء للضعفاء الضعفاء ضع لكن بدلا من لا عايزين نشيل لا ونحط لكن زي ما تعودنا لكن قبلها نفي يبقى يحترم هنخليها نفي نقول لا يحترم ونبدل المعطوف والمعطوف عليه الاقوياء والضعفاء هنبدلهم ونشيل لا ونحط لكن يبقى نقول لا يحترم العالم الضعفاء لكن الاقوياء د ان الطالبين الطالبين اسم ان منصوب يبقى التوكيد هيكون منصوب الطالبين نقول كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء مش هينفع نقول مرفوع مش هينفع لو كلاهما ولا كلتاهما طب كلتاهما منصوبة اهي لا ما هو الطالبين مذكر يبقى هاخد كليهما لو قال الطالبتين او للطالبتين كلتاهما يلا السؤال اللي بعد كده رقم 13 المؤمن الصادق المؤمن مبتدا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الصادق دي نعت نعت مفرد مرفوع وعلامه رفعه الضمه الصادق الذي الذي دي نعت الاسم الموصول لما بيجي بعد اسم معرف معرف بقى له الاسم الموصول لو جه بعد كلمه بعد اسم معرفه بنعربه نعت يبقى الذي دي نعت بس انا عارف ان الذي دي اسم مبني يبقى عادي اقول له اسم موصول مبني في محل المنعوت اللي هو الصادق مرفوع ودي رفع نعت يبقى اعربها اسم موصول مبني في محل رفع نعت الذي يسعى لفعل الخير يسعى فعل مضارع يسعى هو لفعل جر مجرور. اللام حرف جر وفعل اسم مجرور فعل دي اسم الفعل اسم مجرور لفعل الخير مضاف اليه مجرور وهو واثق دي حال جمله اسميه هو مبتدا واثق خبر اي ضمير منفصل في محل رفع مبتدا وواثق دي خبر خبر مرفوع علامة رفعه الضمه وهو واثق من الثواب جر مجرور. يراعي للفعل يراعي هو ماذا يراعي ضميره يبقى ضميره مفعول به منصوب وعلامه نصب الفاتحه طيب الهاء الضمير ده اي ضمير بيتصل بالاسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه في اقواله جر ومجرور وافعاله الواو حرف عطف افعاله معطوف مجرور ويفوز فعل مضارع بجنه جر ومجرور وعدت فعل ماضي اعدت للمتقين جر ومجرور ويحمي فعل يحمي هو هيحمي ايه؟ نفسه ينفع نشيلها؟ ينفع نقول يحمي من الخطر؟ لا يبقى دي مش توكيد دي مفعول به برضه يبقى يحمي هو نفسه مفعول به منصوب وعلامه نصب الفاتحه يحمي نفسه من الخطر جر ومجرور اعربنا يلا الاستخراج استخرج من الفكرة اسم مبني وبين نوعه اسم مبني هات ضمير اسم اشاره اسم موصول هتلاقيهم موجودين في اي قطعه لو ما لقيتش هات اسم شرط اسم استفهام او ظرف من الظروف المبنيه هلاقي عنده هو واثق يبقى هو ده ضمير هلاقي عندي برضو الذي يبقى اقول له اي واحده اقول له مثلا هو واقول له دي ضمير غائب او الذي ده اسم موصول اثنين فعل معرب هات فعل مضارع المؤمن اهو يسعى لفعل الخير يبقى يسعى وعندك يراعي عندك يفوز عندك يحمي اي فعل مضارع فعل مضارع معرب سواء بقى مرفوع منصوب مجزوم مش هتفرق فعل مضارع لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد يبقى معرب طيب حاله وبين نوعها احنا قلنا وهو واثق واو الحالة اهي يبقى دي حال جملة اسمية جملة اسمية في محل نصب حال والرابط هنا الواو الضمير أربعة، جملة في محل رفع، أنا عندي هنا المبتدأ اللي هو المؤمن، فين الخبر بتاعه؟ المؤمن ماله؟ المؤمن الصادق، أيوة ماله؟ اللي بيسعى لفعل الخير، أيوة ماله؟ بيسعى وهو واثق من الثواب، أيوة ماله؟ يراعي أهو يراعي ضميره، دي جملة فعلية، جملة فعلية في محل رفع خبر، دي الخبر، دي خبر جملة فعلية، يبقى دي جملة فعلية في محل رفع خبر لكلمة المؤمن. خمسة، جملة في محل جر في محل جر نبدا نشوف كده جمله بقى تكون نعت مثلا هلاقي يعني عندي فعلا نعت جمله بجنه اعدت للمتقين جنه دي اسم نكره والجمل بعد النكرات صفات وصفنا الجنه بانها اعدت للمتقين يبقى اعدت دي جمله فعليه وجت بعد اسم نكره وجنه مجروره يبقى الجمله الفعليه في محل جر اعدت للمتقين دي جمله فعليه في محل جر نعت لان المنعوت اللي هو كلمه جنه مجرور جيم الطالبان كلاهما متفوق ضع أمام العبارة مرة إن ومرة كان لو هنحط إن اسمها هيكون منصوب هنقول إن الطالبين والخبر هنا جملة إسمية كلاهما متفوق هيفضل زي ما هو جملة إسمية يبقى هنقول إن الطالبين كلاهما متفوق وهنحط كان هنقول كان الطالبان لأن اسمها مرفوع كان الطالبان والخبر زي ما هو كلاهما متفوق وبيقول لنا اعرب كلاهما في الحالتين، ما هو في الثلاث حالات سواء بإن أو بكان أو من غيرهم هو الجملة الإسمية مبتدأ وخبر يعني كلاهما دي مبتدأ، مبتدأ تاني بس مع إن وكان مفيش مبتدأ أول، هنقولها مبتدأ بس، يبقى كلاهما في الجملتين هنقولها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف لأنها مثنى أو لأنها ملحق بالمثنى، يبقى كلاهما في الجملتين كده نفس الإعراب. طيب دال الجملة التي تشتمل على اسم مبني هذان؟ لأ هذان معرب. كل اسماء الاشاره مبنيه ما عدا هذان وهتان واجهت هاتين لا هذان وهتان لا حضر المعلم الان اه الان اهي الان دي من الظروف المبنيه حيث منذ امس الان اذ واذا المعلمات حريصات على مصلحه الطلاب مفيش فيش اسم مبني يبقى هي الان ها واحد الطالبات يرفعنا العلم الطلاب يرفعون العالم، والله لا يرفعنا الطلاب العالم، أعرب الفعل يرفع، الطالبات يرفعن يرفعن ده فعل مضارع اتصلت به نون النسوة يبقى مبني مبني على السكون، الفعل المضارع بيبنى على السكون لو اتصلت به نون النسوة، وبيبنى على الفتحة لو اتصلت به نون التوكيد، يبقى هنا ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وبيقول لنا بين الفرق بين النون في كل فعل، النون دي هنا اسمها نون النسوة طب الجملة الثانية الطلاب دي مبتدأ وفين الخبر؟ جملة فعلية يرفعون دي من الأفعال الخمسة فعل مضارع اتصلت به هو الجماعة يبقى ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة طب والنون دي ده علامة الإعراب مرفوع بثبوت النون ولو منصوب أو مجزوم هنحذف النون يبقى منصوب أو مجزوم بحذف النون هنا مرفوع يبقى مرفوع بثبوت النون ثلاثة والله لا يرفع عنا النون دي التوكيد يبقى مبني على الفتح يرفعنا يبقى الفعل هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والنون دي نوعها ايه نون التوكيد يبقى احنا كده اعربنا الفعل المضارع السؤال اللي بعد كده بقى 14 لا يزال من اخوات كان المصري اسمي لا يزال مرفوع وعلامة رفع الضم طيب مثلا دي خبر خبر لا يزال يبقى نعرفها خبر لا يزال منصوب وعلامة نصب الفتح مثلا اعلى نكرة ونكرة وصفنا المثل بأنه أعلى يبقى نعت نعت مفرد في العبادة جر ومجرور الواو حرف عطف العبادة والمعاملة العبادة مجرورة يبقى المعاملة معطوف مجرور برضو معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة كلتيهما توكيد معنوي توكيد معنوي برضو مجرور هيقلد برضو اللي قبله مجرور وعلامة جر الياء فهو يقاوم هو مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وخبره جملة فعلية فهو يقاوم يقاوم الايه؟ ماذا يقاوم؟ الانحراف، الانحراف مفعول به. يبقى الانحراف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاتحه. بالحكمه جر مجرور والموعظه الواو حرف عطف، الموعظه برضه معطوف مجرور. الموعظه الحسنه دي نعت وصفنا الموعظه بانها حسنه يبقى نعت مفرد، نعت مجرور. قضى فعل ماضي. قضى هو دي الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو. ماذا قضى؟ قضى إيه؟ حياته يبقى مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة والضمير في محل جر مضاف إليه. طب كيف قضى حياته؟ مكافحا، إجابة سؤال كيف في جملة فعلية نكرة منصوب يبقى حال على طول، حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. في سبيل جر مجرور دينه مضاف إليه مجرور ووطنه الواو حرف عطف ووطنه معطوف مجرور. وأي ضمير بيتصل بالاسم في محل جر مضاف إليه. يلا نستخرج استخرج من العبارة السابقة اسم مبني وبين نوعه أشوف اسم إشارة ضمير اسم موصول هلاقي عندي اهو هو يقاوم هتقول له طيب اجيب ضمير متصل طالما طيب في منفصل اكتب المنفصل افضل اقول له هو هو ضمير غائب اتنين اسما معربا واذكر علامه إعراب اي كلمه فيها الف ولام هات اي كلمه من اللي انت عربتها لا يزال المصري كل له المصري اسم لا يزال قول لي مثلا خبر لا يزال المعامله اهي معطوف مجرور كل الكلمات اللي انت عربتها دي دي معربه هات اي كلمه منها وقول لي مثلا كلمه المصري اسم لا يزال مرفوع بالضمه هات مثلا وقول له بالفاتحه المعامله قول الكسرة الانحراف الفاتحه مكافحا اللي انت عربتهم ومتاكد منهم دي حال منصوب بالفتحة اي حاجه ثلاثة فعلا مبنية فعل مبني ايه المبني في الافعال الماضي والامر طيب هات ماضي او هات امر هلاقي عندي قضاء ده فعل ماضي فعل ماضي مبني وقضى ده فعل ماضي مبني على الفتح اربعة معطوف وعربه عندي معطوف العبادة والمعاملة الحكمة والموعظة دينه ووطنه أي واحدة وهتعربه لو المعاملة معطوف مجرور الموعظة معطوف مجرور وطني معطوف مجرور مجرور وعلامة جر الكسر خمسة نعت وبين نوعه عندي مثلا أعلى نعت مفرد الموعظة الحسنة نعت مفرد يبقى أخذ أي واحدة وأقول له دي نعت نوعه نعت مفرد ستة توكيد أهو العبادة والمعاملة كلتيهما يبقى فين التوكيد كلتيهما نوعه توكيد معنوي جيم التلميذان كلاهما متفوق التلميذان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف ينفع أقول التلميذان متفوق لا يبقى دي خبر جملة إسمية كلاهما مبتدأ تاني ومتفوق ده خبر المبتدأ التاني نوع الخبر يبقى ده خبر نوعه جملة إسمية د جلس التلميذ مستريحا دي حال مستريحا حال منصوب اجعل الحال نعت علشان أخليها نعت يبقى أخليها تطابق المنعوت المنعوت معرفة التلميذ معرفة يبقى لازم أخليها معرفة أقول جلس التلميذ المستريح يبقى دي هنا نعت مرفوع وعلامة رفعة ضم اثنين لم ينجح في الامتحان المتكاسلون لكن المجدين صوب الخطأ لم ينجح لم بتجزم ينجح فعل مضارع مجزوم بالسكون في الامتحان جر مجرور المتكاسلون مين اللي هينجح المتكاسلون دي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو مفيش غلط لكن حرف عطف المجدين دي معطوفه معطوف على المتكاسلون يبقى المفروض تكون المجدون لانها معطوف مرفوع وعلامه رفع الواو لانها جمع مذكر سالم. السؤال اللي بعد كده 15 ان المواطنين ان حرف ناسخ يبقى المواطنين اسم ان ومنصوب بس منصوب بالياء. اسم ان منصوب وعلامه نصب الياء لانه جمع مذكر سالم. المواطنين المخلصين دي نعت ونعت برضه منصوب بالياء. مالهم بقى المواطنين المخلصين؟ يضاعون ده خبر جمله فعليه. يضعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من الافعال الخمسه الواو الفاعل بيضعون ايه بلدهم مفعول به منصوب فوق لظرف كل مضاف اليه اعتبار برضه مضاف اليه وابناء مبتدا ابناء الامه مضاف اليه ابناء الامه جميعهم دي توكيد توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة ينفع احذفها ينفع اقول ابناء الامة يحملون دي يحملون دي خبر جملة فعلية فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يحملون الواو الفاعل ماذا يحملون هذا لمفعول مفعول به بس ازاي اعرفها مفعول به دي مبني عادي اقول اسم اشارة مبني في محل المفعول به بيكون منصوب يبقى اقول له في محل نصب مفعول به اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به هذا الشعور اللي وطنيهم. وهو شعور مبتدا وخبر وهو شعور شعور دي اسم نكره بعده جمله هو وهو شعور سماته طيبه سماته طيبه. الجمل بعد النكرات اللي هي كلمه شعور صفات يعني دي جمله اسمية صفة نعت سمات مبتدا وطيبة خبر يبقى اعرف طيبة خبر خبر مرفوع وعلامة رفع الضم. طالما ان الانسان يحمل الحب لا البغض اه الحب لا البغض لا دي حرف عطف البغض معطوف على الحب يحمل هو الحب مفعول به منصوب يبقى البغض معطوف منصوب فعلينا ان نعمل ان بتنصب يبقى نعمل فعل مضارع منصوب كيف نعمل جاهدين دي حال مفرد ونعرفها حال منصوب وعلامه نصب الياء من اجل جر ومجرور وطنينا مضاف اليه مجرور العظيم وطنينا معرفه فيها ضمير اهو الناء والعظيم معرفه فيها الف ولام وصفنا الوطن بانه عظيم يبقى دي برضه نعت، نعت المفرد، يبقى احنا كده اعربنا بكل سهوله، الاستخراج يلا استخرج من الفكره اسم معرب، هات اي كلمه فيها الف ولام، اسم مبني اجيب له ضمير، اسم اشاره، اسم موصول، هلاقي عندي هذا هذا دي اسم اشاره، هو دي ضمير، يبقى اسم معرب اي كلمه فيها الف ولام، المواطنين اهي، اسم ان منصوب يبقى معرب، وهذا ونوعها اسم اشاره، هو دي ضمير غائب. اتنين فعل معرب اي فعل مضارع عندي يضعون فعل مضارع ومعرب مرفوع بثبوت النون عندي يحملون معرب ومرفوع عندي الانسان يحمل الحب يبقى يحمل علينا ان نعمل عندنا نعمل يبقى كل ده فعل مضارع معرب فعل معرب بين علامه اعرابه لو هكتب يضعون أو له فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وزيها يحملون برضه ثبوت النون لو يحمل ده فعل مضارع مرفوع بالضمه لو نعمل فعل مضارع منصوب بالفتحه ثلاثة أسلوب عطف وبين أجزاءه عند الانسان يحمل الايه الحب للبغض يبقى اكتب اقول له يحمل الحب للبغض بين أجزاءه لا دي حرف عطف اللي بعدها معطوف واللي قبلها معطوف عليه يعني اقول له كلمه الحب دي المعطوف عليه ولا دي حرف العطف البغض دي المعطوف أربعة نعت وبين نوعه قلنا المواطنين المخلصين يبقى المخلصين دي نعت مفرد وقلنا شعور سماته طيبة دي نعت جملة اسمية وقلنا وطننا العظيم العظيم دي نعت ونعت نوع مفرد يبقى له مثلا كلمة المخلصين دي نعت مفرد أو كلمة العظيم دي نعت مفرد أو سماته الطيبة أو سماته طيبة ده نعت نوعه جملة اسمية خمسة توكيد وبين علامة إعرابي توكيد قلنا جميع جميعهم أبناء مبتدأ وجميعهم دي توكيد معنوي مرفوع يبقى له جميعهم توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة جيم أجب بما هو مطلوب واحد أبصرت قائدا بين الجنود اجعل النعت حالا وغير ما يلزم هو فين النعت ابصر فعل ماضي التاء الفاعل ابصر فعل ماضي مبني على السكون قائدا مفعول به منصوب الجمل بعد النكرات صفات الجمل واشبه الجمل يبقى بين بين الجنود دي شبه جمله شبه جمله في محل نصب نعت عايز اخليها حال هو ايه الفرق اصلا ما بين النعت والحال الجمله وشبه الجمله ان الجمل بعد النكرات اهو بعد نكر صفات يعني دي نعت علشان بعد اسم نكره لو عايز اخليها حال يبقى الاسم النكره ده اللي هو قائدا خليه معرفه سهله جدا يقول ابصرته القائد ده بس اللي هغيرها ابصرته القائد يبقى شبه الجمله الظرف ده كان بعد اسم نكره كان نعت خليناه بعد اسم معرفه بقى حال. اثنين المعلمات يشرحن الدرس الفعل هنا يشرحنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوه يبقى مبني مبني على السكون يبقى الفعل هنا مبني مبني على السكون. ثلاثه كلتا الصورتين واضحتان الصورتان كلتاهما واضحتان اعرب كلتا في الجملتين كلتا دي مبتدا وكلا وكلتا لو ما فيهاش ضمير بنعرفها حسب مكانها في الجمله بحركات مقدره مرفوعه بالضمه المقدره فتحه مقدره كسره مقدره يبقى دي مبتدا مبتدا مرفوع يبقى عادي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره طيب الصورتان كلتاهما واضحتان فيها ضمير طيب نتاكد تنفع تبقى توكيد ينفع نحذفها ينفع نقول الصورتان واضحتان ايوه ينفع تبقى توكيد وجت بعد المؤكد وفيها ضمير تبقى توكيد توكيد معنوي والصورتان مرفوعه يبقى توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفع الالف لانها ملحق بالمثنى دال يحترم الناس المجتهدين للكسالة يحترم فعل الناس الفاعل المجتهدين للكسالة ده هنا عايزك تشيل لا وتحط لكن على طول طالما هحط لكن يبقى احط قبلها نفي نقول لا يحترم ونبدل المعطوف والمعطوف عليه ونشيلها ونحط لايك يلا نكتب لا يحترم الناس الكسالى لكن المجتهدين القطعه رقم 16 قامت الدوله قام فعل ماضي قامت قام فعل ماضي مبني على الفتح التاء التانيث من اللي قامت الدوله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه بتطوير الباء حرف جر تطوير اسم مجرور اسم مجرور وعلامه جر الكسره بتطوير التعليم مضاف اليه والمعلمين التعليم والمعلمين يبقى معطوف مجرور لان المعطوف عليه كلمه التعليم مجروره يبقى المعطوف مجرور وعلامه جر الياء وزودت زود فعل ماضي التاء التانيث زودت يبقى فعل ماضي مبني على الفتح مين اللي زودت الدوله زودت هي زودت مين المدارس مدارسها مدارسنا يبقى مفعول به زودت الدوله مدارسنا مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح والضمير اي ضمير بيتصل بالاسم بيكون في محل جر مضاف اليه بادوات جر ومجرور ادوات اسم نكره وصفنا الادوات بانها تفيد الطلاب يبقى الجمل بعد النكرات صفات يبقى الجمله دي صفه يعني نعت يعني جمله فعليه في محل جر نعت تفيد الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تفيد الطلاب مفعول به منصوب وعملت عمل فعل ماضي مبني على الفتح التانيس عملت على التوعية جر مجرور بمشكلات جر مجرور مشكلات البيئة مضاف إليه مجرور حفاظا إجابة سؤال لماذا لماذا عملت على التوعية حفاظا إجابة سؤال لماذا مفعول لأجله يبقى حفاظا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصب الفتحة بسأل عن الفاعل بمن المفعول به بسأل عنه بماذا الحال بسأل عنه بكيف المفعول لأجله بسأل عنه بلماذا لماذا حفاظا رغبة أملا حرصا ده مفعول لأجله منصوب وعلامة نصب الفتحة حفاظا على الصحة جر ومجرور وبذلك ينشأ الطلاب ينشأ فعل مضارع من اللي هينشأ الطلاب فاعل وهم وهو الحالة هي. وهم أقوياء دي حال جملة اسمية هم مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ واللي بعد الضمير خبر يعني أقوياء دي خبر خبر مرفوع وعلامة مترفع الضم أعربنا الاستخراج استخرج من القطعة ما يلي فعل مبني وآخر معرب فعل مبني أجيب يا ماضي يا أمر عند في القطعة قامت فعل ماضي زودت فعل ماضي عملت فعل ماضي يبقى أي واحد من ده ده فعل مبني لأن الفعل الماضي دايما مبني والمعرب اشوف له فعل مضارع عندي ينشا الطلاب عندي تفيد الطلاب اي واحده منهم برضو هيكون معرب اتنين اسم معرب بعلامة اصلية معرب بعلامة اصلية يعني ايه معرب بعلامة اصلية يعني يكون مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجروب بالكسرة دي علامات الاعراب الاصلية واخر بعلامة فرعية اي حاجة غير كده قامت الدولة الدولة دي فاعل مرفوع بالضمة طالما ضمة يبقى اصلية طيب وعلامه فرعيه اي حاجه بقى غير الضمه والفتحه والكسره عنده المعلمين ياء ونون يبقى اقول له علامه اعراب اصليه الدوله او اي كلمه تكون مرفوعه بالضمه منصوبه بالفتحه مجروره بالكسر والعلامات الفرعيه اي حاجه تانية عند المعلمين اهي مجرور بالياء يكون مجرور بالياء منصوب بالياء مرفوع بالالف مرفوع بالواو منصوب بالكسره لو جمع مؤنث سالم يبقى دي علامات الاعراب الفرعيه ثلاثة اسمين مبنيين مختلفين وبين نوعيهما إحنا عارفين الأسماء المبنية، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، بعض الظروف، هدور في القطعة، هلاقي في آخر سطر كلمة هم، وهلاقي قبلها كلمة ذلك، وبين النوع، هقول له ذلك اسم إشارة وهم ضمير غائب. أربعة نعت جملة، الجمل بعد النكرات صفات، بدور على اسم نكرة، فين الاسم النكرة؟ أهو، كلمة أدوات، أدوات اسم نكرة، بعدها جملة ايوه تفيد الطلاب وصفنا الادوات بانها تفيد الطلاب ايوه يبقى الجمله الفعليه دي في محل جر لان ادوات مجروره بين محلها الاعرابي هقول له تفيد الطلاب ودي جمله فعليه في محل جر نعت لان المنعوت كلمه ادوات مجرور السؤال اللي بعد كده رقم جيم اجب بما هو مطلوب واحد لا تنصت الى المخادعين بل المخلصين ضع لا بدلا من بل عايزين نشيل بال ونحط لا بس لا بتسبق بإثبات يبقى هنشيل النفي ده وهنبدل المعطوف والمعطوف عليه يبقى هنقول بدل لا تنصت أقولها أمر بقى انصت أقول انصت إلى المخلصين مش إلى المخادعين انصت إلى المخلصين ونشيل بال ونحط لا ونقول لا المخادعين اتنين رجع الجنود منتصرين حول الحال إلى نعت هو فين الحال؟ كيف رجع منتصرين ده حال حال منصوب وعلامة نصب الياء وحال مفردة عايزين نخليها نعت يبقى لازم تطابق المنعوت الجنود معرفة يبقى لو خليتها معرفة هتبقى نعت أو رجع الجنود والجنود دي خلي بالك انها فاعل فاعل مرفوع يبقى هتطابق في التعريف والتنكير نخليها معرفة المنتصرين وهتطابق في الاعراب هتكون مرفوعة يبقى قول المنتصرون مش المنتصرين يبقى الرجع رجع الجنود المنتصرون بقت نعت ثلاثة كل العمال مخلصون اجعل المضاف فين المضاف اللي قبل المضاف إليه فين المضاف إليه كلمة العمال فين المضاف كل دي مبتدأ كله كل العمال مخلصون يبقى كل دي المضاف وهنا مبتدأ عايزين نخليها توكيد هنجيبها بعد المؤكد هنقول العمال كلهم بس العمال كلهم بقت خلاص بقت توكيد العمال كلهم مخلصون وتأكد ان احنا ينفع نشيلها ينفع نقول العمال مخلصون اه ينفع تبقى توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضم لان المؤكد العمال مرفوع ده اعرب ما فوق الخط في الجملتين التاليتين الطالبات يدعون الى الخير الطالبات دي جمع مؤنث يعني النون دي نون النسوة والفعل المضارع لو اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على على طول ده ثابت الفعل المضارع بيكون مبني في حالتين لو اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على السكون لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على الفتح يبقى هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة طيب الجملة الثانية الطلاب الطلاب دول مذاكر. يدعون يبقى دي كده فعل من الافعال الخمسة الواو دي واو الجماعة والنون دي علامة الاعراب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمسة يبقى يدعون ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون النون في الجملة الأولى النون دي نون النسوة إنما في الجملة الثانية النون دي علامة الإعراب الواو في الجملة الأولى يدعون دي الفعل إنما في الجملة الثانية يدعون دي واو الجماعة في محل رفع فاعل نفرق ما بينهم لو الجملة بتتكلم عن النساء الطالبات يبقى ده مبني نون النسوة لو بتتكلم عن الرجالة عن مذكر الطلاب يبقى ده معرب مرفوع بثبوت النون ها ينشأ الأطفال فعل وفاعل وهم أقوياء حال جملة اسمية نوع الحال جملة اسمية على طول وهم أقوياء وهو الحال والضمير دول الرابط السؤال اللي بعد كده 17 أيها الطالب كن لمدرستك محبا كن اللي هي كان الأمر كن فين اسمها كن أنت طب لمدرستك دجر ومجرور كن أنت إيه محبا يبقى خبر كن خبر كن منصوب وعلامة نصب الفتحة محباً لا لا دي حرف عطف محباً لا كارهاً كارهاً دي معطوفة معطوفة على محباً محباً دي خبر كان منصوب يبقى دي معطوف منصوب يبقى نعرب كارهاً معطوف منصوب وعلامة نصبه الفاتحة ففيها فيها جر ومجرور ففيها تتلقى دي الفعل. فعل مضارع تتلقى انت الفاعل ضمير مستتر تقدره انت تتلقى العلم مفعول به منصوب على ايدي جر ومجرور على ايدي معلمين ايدي معلمين معلمين دي مضاف اليه مضاف اليه مجرور وعلامه جر الياء معلمين مخلصين وصفنا المعلمين بانهم مخلصين تبقى نعت ونكره ونكره ومعلمين مجروره يبقى النعت مجرور يبقى كلمه مخلصين دي نعت مجرور وعلامه جر الياء لانه جمع مذكر سالم يبقى مخلصين دي نعت ونعت مفرد وفي نعت اهو تاني المعلمين يبذلون الجهد يبذل دي الفعل فعل مضارع مرفع وعلامه رفع ثبوت النون الواو دي الفاعل الجمله الفعليه برضه نعت ونعت جمله لكلمه معلمين يبقى المعلمين مخلصين لنعت مفرد المعلمين يبذلون الجهد دي جمله فعليه من اجلك جر مجرور وهم سعداء واو الحال دي حال جمله اسمية الواو دي الحال هم دي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا وسعداء خبر يبقى سعداء خبر مرفوع وعلامة رفع الضم تكتسب دلفعل تكتسب أنت تكتسب أنت فيها صداقات هتكتسب إيه؟ صداقات وصداقات جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم بينصب ويجرب الكسرة دي مفعول به يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ودي علامة إعراب فرعية صداقات جديدة دي نعت نعت مفرد بس هيكون منصوبه جديدةً صداقات منصوبه مفعول به منصوب بس منصوبه بالكسره انما جديده دي نعت ونعت منصوب بس منصوب بالفتحه ملهاش دعوه بالكسره الكسره الجمع المؤنث السالم بس فتنمو تنمو دي الفاعل ايه اللي هتنمو شخصيتك يبقى دي فاعل فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه وتتسع لفاعل ايه اللي هتتسع مداركك يبقى دي برضو فاعل ومن ثم تصبح عضوا صالحا تصبح اللي هي اصبح من اخوات كان هتصبح انت اسمها ضمير مستتر عضوا خبر تصبح منصوب عضوا صالحا صالحا دي نعت مفرد برضه منصوب يخدم هذا الوطن عضوا اه صالحا دي نعت مفرد وبرضو بعدها نعت جمله العضو ده يخدم هذا الوطن يبقى برضو جمله فعليه يبقى عندنا نعت مفرد صالحا ونعت جمله فعليه اللي هي يخدم يخدم هذا الوطن العظيم الوطن العظيم برضو معرفة ومعرفة وصفنا الوطن بأنه عظيم يبقى برضو نعت مفرد يبقى احنا كده أعربنا نستخرج بقى من العبارة فعل مبني يعني يا ماضي يا أمر وتبين السبب تقول له هو ماضي أو تقول له هو أمر أو تقول لي مضارع اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد هدور على فعل ماضي او فعل امر هلاقيه كن كن ده فعل امر الامر من كان يبقى اقول له كن ده فعل مبني فعل امر مبني على السكون السبب لانه فعل امر اتنين فعل معرب اجيب له فعل مضارع هدور في القطعة هلاقي تتلقى هلاقي يبذلون هلاقي تكتسب تنمو تتسع تصبح يخدم اي فعل مضارع والسبب هقول له لانه فعل مضارع لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد ثلاثة حال جملة إحنا قلنا وهم سعداء وهم سعداء اذكر الرابط الواو وهم ونوعها جملة إسمية محلها الإعرابي جملة إسمية في محل نصب حال. أربعة نعت جملة إحنا عندنا اتنين إحنا قلنا معلمين مخلصين مخلصين دي نعت مفرد وقلنا يبذلون الجهد دي نعت جملة جملة فعلية محلها الإعرابي معلمين مجرورة يبقى جملة فعلية في محل جر وقلنا عضوا صالحا يخدم يخدم هذا الوطن. يبقى عضوا منصوبة يبقى يخدم في محل نصب نعت يبقى عايز نعت جملة أقول له جملة يبذرون ودي جملة فعلية في محل جر ويخدم لجملة فعلية في محل نصب نعت اختر أي واحدة منهم جيم أجب بما هو مطلوب بين القوسين واحد يقبل الطلاب على المذاكرة بجد لا كسل ضع لكن مكان لا عايزين نشيل لا ونحط لكن ايه اللي هنعمله لكن لازم يكون قبلها نفي يبقى احط نفي نقول لا يقبل ونبدل المعطوف والمعطوف عليه ونشيل لا ونحط لكن سهله جدا يبقى نقول الجمله لا يقبل الطلاب على المذاكره بجد ولا بكسل هنبدلهم نقول بكسل لا يقبل الطلاب على المذاكره بكسل لكن جدا اتنين حضر المعلم الى الفصل يبتسم كيف حضر يبتسم دي حال وحال نوعها بفعل يبقى حال جمله فعليه يبتسم هو حول الحال الجمله لنعت جمله دي حال عايزك تخليها نعت هو الفرق ما بين الحال الجمله والنعت الجمله الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال طيب دي بعد نكره ولا بعد معرفه مين اللي بيبتسم لا مش الفصل مين اللي بيبتسم اهو المعلم المعلم يبتسم بعد معرفه الجمل بعد المعارف احوال حال انا عايزك تخليها نكره خلاص خليها بعد نكر يبقى كلمه المعلم دي خليها نكر اقول معلم يبقى حضر معلم لانها فاعل حضر معلم الى الفصل يبتسم يبقى انا كده حولت الجمله اللي هي يبتسم من حال خليتها نعت لان انا عارف ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. تلاته يستقبل الطلاب العام الدراسي وهم فرحين دي حال جمله اسمية وهم واحنا عارفين ان اللي بعد الضمير على طول خبر يعني فرحان المفروض تبقى خبر خبر مرفوع نقولها وهم فرحون مش فرحين يبقى انا كده صوبت الخطا الفعل يبذل مبني في عايزين نختار الجملة اللي يكون مبني في الجملة دي الرجال دول مذكر يبقى يبذلون ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون ده مرفوع مش مبني أنت تبذلين ده فعل من الأفعال الخمس مرفوع بثبوت النون هما يبذلان ألف الاثنين ده أفعال خمسة مرفوع بثبوت النون لأبذلنا دي نون التوكيد والفعل المضارع لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على الفتح يبقى دي الجملة اللي فيها الفعل يبذل مبني وهنا مبني على الفتح الفعل المضارع لو اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة ياء يعني المخاطبة بيبقى اسمه فعل من الأفعال الخامسة وده معرب إنما لو اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد بيكون مبني يلا السؤال اللي بعد كده رقم 18 العمل الجاد العمل المبتدأ مبتدأ مرفوع على رفع الضمة العمل الجاد دي نعت, نعت مرفوع وعلامه رفع الضمه ماله العمل مقياس يبقى دي خبر خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه مقياس ده اسم نكر والجمل بعد النكرات صفات مقياس تنهض به الامم يبقى دي نعت ونعت جمله فعليه لان الجمل بعد النكرات صفات يعني نعت ودي جمله فعليه في محل رفع في محل رفع نعت تنهض بالفعل مين اللي بتنهض الامم تبقى دي فاعل. يبقى الأمم نعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهو مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ويحقق دي خبر جملة فعلية يحقق فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر يحقق للإنسان جر ومجرور بيحقق ماذا يحقق؟ شخصيته شخصيته دي مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاتحة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه شخصيته دي معرفة ليه؟ لأن فيها ضمير والمتميزة معرفة لأن فيها ألف ولام وصفت الشخصية بأنها متميزة يبقى دي نعت وشخصية مفعول به منصوب يبقى المتميزة نعت منصوب يبقى المتميزة نعت منصوب وعلامة نصب الفاتحة. ويمنحه يمنح من الأفعال اللي بتنصب مفعولين منح ومنع أعطى وسأل كسى وألباسة يمنح هو يمنحه الهاء مفعول به أول والقدرة مفعول به تاني يبقى يمنح بتنصب مفعولين القدرة مفعول به تاني منصوب وعلامة نصب الفاتحة ليصبح أكثر تطورا يصبح اللي هي أصبح يصبح هو أكثر أكثر دي خبر أصبح منصوب أكثر تطورا فيعيش وهو مطمئن يعيش دي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو كيف يعيش هو وهو مطمئن يبقى دي حال جملة اسمية الواو واو الحال وهو مبتدا ومطمئن للخبر الجمله الاسميه في محل نصب حال وليست الام اللي هي ليس برضو من اخوات كان فين اسمها دي تاء التانيث الام دي اسم ليس اسم ليست مرفوع علامه رفع الضمه ليست الأمة بقادرة على النهوض ما لم يكن العامل نفسه مخلصا ما لم يكن العامل يكن من اللي هيكن اللي هي كان العامل العامل ماله مخلصا يبقى دي خبر كان طيب نفسه ينفع نشيلها العامل مخلص اه ينفع نشيلها تبقى توكيد توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة طيب مخلصا اه خبر كان يكن العامل العامل اسم يكن اسم كان ومخلصا دي خبر يكن او خبر كان خبر يكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة مخلصا في عمله جر مجرور مخلصا لا متهاونا يبقى متهاونا دي معطوفة على مخلصا ومخلصا دي خبر كان منصوب يبقى متهاونا معطوف منصوب، معطوف منصوب وعلامه نصب الفاتحه، لان لا حرف عطف. يبقى احنا كده اعربنا. الاستخراج استخرج من العباره نعت جمله واذكر محلها الاعرابي. نعت جمله الجمل بعد النكرات صفات اهو مقياس، اسم نكره. الجمل بعد النكرات او تنهض الامم. يبقى له تنهض الامم الفعل والفاعل. يبقى نعت الجمله تنهض الامم. ومحلها الإعرابي دي في محل رافع مقياس مرفوعة دي خبر مرفوع يبقى أقول له جملة فعلية في محل رفع نعت. اثنين حال جملة واذكر الرابط وهو مطمئن دي حال جملة اسمية وفين الرابط الواو والضمير يبقى أقول له حال الجملة وهو مطمئن والرابط الواو والضمير. ثلاثة اسم معرب وآخر مبني اسم معرب أي كلمة فيها ألف ولام أول كلمة تقابلك العمل اسم مبني الضمائر اسماء الاشاره الاسماء الموصوله العمل الجاد مقاس هو يبقى اقول له مثلا كلمه العمل معرب والمبني اقول له مثلا كلمه هو ليه لانها ضمير أربعة فعل معرب أي فعل مضارع عندك تنهض أهي عندك يحقق عندك يمنح يعيش أي فعل مضارع هيكون معرب بشرط إن ما يكونش آخره نون نسوة أو نون توكيد واجعله مبني في جملة اجعله مبني حط له نون النسوة أو نون التوكيد يعني يحقق ده معرب اخليه مبني يحققن هو عايزك تحطها في جملة اقول مثلا هن يحققن النجاح او اقول والله لا احققن لا احققن او لا يحققن بقى كده خلاص بقى في جملة وبقى مبني خمسة معطوف واعربه اجيب حرف العطف فين حرف العطف اهو اخر حاجة في القطعة في مخلصا لا او لا ده حرف عطف يبقى متهونا دي معطوف وهعربه مخلصا لخبر كان منصوب يبقى متهاونا هعربها معطوف منصوب وعلامه نصبه الفاتحه. سته توكيد وبين نوعه توكيد توكيد لفظي او معنوي لم يكن العامل ايه؟ نفسه هو. يبقى كلمه نفسه دي توكيد ونوعه دي توكيد معنوي. جيم تقدم للامتحان طالب واثق من نفسه اجعل النعت فين النعت؟ اجعل النعت حال طالب واثق نكره ونكره النعت اهو كلمه واثق طالب واثق، نكرة ونكرة، وصفنا الطالب بإنه واثق، يبقى دي برضه نعت ونعت مرفوع، عايزك تخليها حال، يبقى هخليها واثقًا، حال منصوب، وخلي بالك إن صاحب الحال لازم يكون معرفة، مين اللي واثق؟ طالب، ما ينفعش يبقى نكرة، صاحب الحال لازم يكون معرفة، لازم أخليها معرفة أقول الطالب واثقًا، أخليها كده واثقًا، يبقى أقولها تقدم للامتحان الطالب، أهي، الطالب واثقًا من نفسه. د اختر الصواب مما بين القوسين واحد شاهدت محمدا واقفا كيف شاهدته واقفا دي حال يبقى واقفا حال منصوب وعلامة نصب الفتح اتنين منحك منح ومنع أعطى وسأل كسو وألبسة بتنصب مفعولين منح دي الفعل. والله الفاعل الكاف مفعول به أول منحك إيه إرادة مفعول به ثاني قوية دي نعت نعت منصوب قوية دي نعت نعت مفرد يبقى دي نعت نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. السؤال اللي بعد كده 19 لقد برهن شعب مصر، برهن فعل ماضي مبني على الفتح. من اللي برهن؟ شعب فاعل. شعب مصر مضاف إليه؟ مجرور. شعب مصر في كل جر مجرور اللي بعد كل مضاف إليه؟ يبقى العصوري مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. أنه أن حرف ناسخ اللي هي إن من أخوات إن. أن فين اسمها؟ الهاء الضمير المتصل ده ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان انه شعب دي خبر ان الشعب ده اسم ناكر الجمل بعد النكرات صفات يبقى دي جمله فعليه في محل رفع نعت يأبى دي فعل مضارع يأبى هو الذل مفعول به منصوب ومتى مرت به متى ده اسلوب شرط متى دي اسم شرط اسم شرط مبني ومتى مرت مرة ده فعل ماضي فعل ماضي مبني في محل جزم مرت به محنة ايه اللي مرت المحنة يبقى دي فاعل محنة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ومتى مرت به محنة يبرز أقوى يبرز دي الفاعل وفين الفاعل ضمير مستتر كيف يبرز أقوى دي حال منصوب يبرز أقوى منها بل أصلب بل دي حرف عطف أصلب دي معطوفة معطوف منصوب معطوفة على أقوى وها هو بالعلم والعمل ها هو بالعلم والعمل كليهما لتوكيد بالعلم والعمل ينقب يبقى كليهما توكيد معنوي مجرور بالعلمي مجرورة والعملي معطوف مجرور كليهما توكيد معنوي مجرور ينقب دفعل مضارع يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة ينقب عن الكنوز جر مجرور في أرضه جر مجرور ويجلجل صوته بالحق يجلجل فعل مضارع مرفوع يجلجل إيه صوته دي فاعل مرفوع بالحق جر مجرور وينتصر فعل مضارع له باستمرار ينتصر بفعل مضارع الفاعل ضمير مستتر باستمرار دي مجرور ومجرور اعربنا نستخرج بقى من الفكره اسم مبني ضمير اسم اشاره اسم موصول اسم شرط عندي اسم شرط متى وعندي ضمير هو يبقى اقول له متى لانها اسم شرط او هو لانها ضمير غائب اثنين فعل مبني الماضي او الامر اشوف فعل ماضي عنده لقد برهن فعل ماضي ومرت فعل ماضي أي واحدة منهم ده فعل ماضي مبني ما ثلاثة فعل معرب أجيب له فعل مضارع عندي شعب يأبى يأبى فعل مضارع يبرز فعل مضارع ينقب يجلجل ينتصر أي فعل مضارع هيكون فعل مضارع ومعرب أربعة نعت جملة الجمل بعد النكرات شعب يأبى الذل يبقى دي جملة فعلية جت بعد اسم نكرة يبقى يأبى الذل دي جملة فعلية في محل رفع نعت خمسه معطوف منصوب اهو اقوى بل اصلب يبقى اصلب لمعطوف معطوف منصوب سته توكيد معنوي العلم والعمل كليهما يبقى كليهما دي توكيد معنوي توكيد معنوي مجرور وعلامه جر الياء السؤال اللي بعد كده جيم اختر الصواب مما بين القوسين واحد يعاون الافراد مخلصين الحكومه في تنفيذ المشروعات يعاون بالفعل مين اللي بيعاون؟ الأفراد تبقى فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بيعاونوا مين؟ الحكومة مفعول به. طيب مخلصين؟ دي إجابة سؤال كيف دي حال، حال منصوب وعلامة نصب الياء. يبقى هنعرفها حال منصوب وعلامة نصب الياء. كن في عملك متعجلاً نقط متأنياً. كن ده إثبات، يبقى مش هينفع لكن، لكن لازم لابد أن تسبق بنفي. طيب متعجلاً متأنياً، إحنا عايزين ننفل إيه؟ كون في عملك ايه متعجلا ولا متانيا مستعجل ولا متاني عايزين نثبت اللي بعدها عايزين ننفي متعجل ايه اللي بتنفي اللي قبلها الواو مش هتنفع لان الواو بتفيد المشاركه الاثنين مع بعض ولا مش هتنفع لان لا بتنفي اللي بعدها احنا عايزين ننفي اللي قبلها يبقى هي بل نقولها متعجلا بل متانيا اللي بتفيد الاضراب هتثبت اللي بعدها وتنفي اللي قبلها دل. أجب ما هو مطلوب استمعت إلى خطيب أكمل بنعت جملة اسمية جملة اسمية أي حاجة بتاعته بقى أي اسم فيه ضمير أو الخطيب أو صوته جميل أي حاجة صوته جميل شكله رائع كلماته كذا أي حاجة اتنين جاء الأعداء فعل فاعل يهددون الأعداء يهددون أمتنا. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال يبقى الجملة دي حال لأنها جت بعد معرفة بيقول لنا حول الحال لنعت يعني الحال عايزين نخليها نعت كل اللي هنغيره كلمة الأعداء المعرفة الجمل بعد المعارف أحوال هنخليها نكرة علشان تبقى الجمل بعد النكرات صفات هنقول جاء أعداء بس جاء أعداء يهددون أمتنا يبقى الجملة اتحولت من حال لنعت ثلاثة عادة فعل الطلاب فاعل وهم مسرورين دي حال حال جملة إسمية اللي بعدهم بيكون خبر مرفوع مش هينفع نقول مسرورين هنقول مسرورون لأنها خبر الجملة كلها هي اللي حال أربعة يكتب اجعل الفعل مبني على السكون إمتى الفعل المضارع بيكون مبني على السكون لو اتصلت به نون النسوة حط نون النسوة نقول هن يكتبنا الدرس خلاص يكتبنا بقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة القطعة الأخيرة السؤال رقم عشرين علمت ظن حسب زعم خالة علم وجد رأى من ظن أخواتها بتنصب مفعولين علم الفعل علم فعل ماضي مبني على السكون علمته التاء تاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل علمته ايه الفرحة مفعول به اول الفرحة ايه غاليا مفعول به تاني وعزيزا الواو حرف عطف عزيزا غاليا وعزيزا معطوف معطوف منصوب وعلامه نصب الفتحه على بعض جر ومجرور اللي بعد كلمه كل بعض مضاف اليه يبقى المهمومين مضاف اليه مجرور بالياء المهمومين بالآخرين جر مجرور دون برضو اللي بعد دون مضاف إليه دون أنفسهم يبقى أنفسهم دي مضاف إليه ما ينفعش نعرفها توكيد لأن حذفها يأثر في المعنى ما ينفعش نشيلها يبقى دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة ولو سألت أحدهم سألت سأل فعل ماضي لو سألت أحدهم سألت أنت أحدهم يبقى أحدهم هتسأل أحدهم مفعول به يبقى أحدهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والضمير في محل جر مضاف إليه وهو متألم حال جملة اسمية ابتدأ وخبر لقال ليس لي مثل هذا أو ذاك وكأن متاع الدنيا كأن إن وأن كأن دي من أخوات إن كأن متاع يبقى اسم كأن منصوب متاع الدنيا مضاف إليه مجرور كأن متاع الدنيا هو كل لخبر خبر كأن جملة اسمية هو مبتدأ وكل خبر كل بنعرفها حسب مكانها في الجمله اللي بعدها هو اللي مضاف اليه يبقى كلمه كل دي خبر خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه هتقول لي طيب فين المضاف اليه اللي بعد كل كل ما او ما كل الذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه هو كل ما يشغله اعلمنا ايها المظلوم اعلم فعل امر فعل امر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد اعلم ايها المهموم ان قليلا يغنيك ان حرف ناسخ قليلا اسم ان ان قليلا يغنيك قليلا دي اسم نكر والجمل بعد النكرات صفات يعني يغنيك دي جملة فعلية نعت نعت لكلمة قليلا هتقول لي طيب فين خبر ان القليل اللي بيغنيك ماله خير يبقى خير دي خبر ان مرفوع خير خبر ان مرفوع على رفع الضمة. خير من ايه من غنى جر ومجرور غنى يضغيك غنى برضو اسم نكر بعدها برضو جملة جملة فعلية جملة فعلية في محل جر نعت يضغيك برضه فعل مضارع جمله فعليه جت بعد اسم نكره يبقى جمله فعليه في محل جر نعت يبقى احنا كده اعربنا تعالوا مع بعض نستخرج بقى من الفكره واحد حال وبين نوعها انا قلت في القطعه اهو سالت احدهم وهو متالم دي حال وهو متالم دي حال جمله اسميه اتنين نعت جمله وبين محلها الاعرابي انا عندي في اخر سطر اتنين قليلا ايه يغنيك جت بعد اسم منصوب يبقى جمله فعليه في محل نصب نعت من غنى يضغيك يضغيك جملة فعلية في محل جر نعت ثلاثة اسما مبنيا نشوف ضمير او اسم اشارة او اسم موصول عندي هو عندي هذا وذاك يبقى اقول له مثلا هو هذا لانها اسم اشارة او هو لانها ضمير غائب فعل مبني اشوف له ماضي اهو علمته فعل ماضي او فعل امر يبقى فعل ماضي اقول علمته او سألته والمعرب اجيب له فعل مضارع هقول له مثلا ما يشغله يشغله ده فعل مضارع ويعلمن برضو امر ده مبني ويغنيك معرب يطغيك معرب يبقى اجيب له اي ماضي او امر يبقى مبني والمضارع يبقى معرب بشرط الا تتصل به نون النسوة او نون التوكيد جيم واحد عمر وطنك لا وطن غيرك عايزين نشيل لا ونحط ايه ونحط حرف بيفيد الاستدراك اللي هو لكن هنشيل لا ونحط لكن يبقى على طول هنحط النفي لا عمر يبقى نقول له لا تعمر ونبدل لا تعمر ايه بدل المعطوف والمعطوف عليه لا تعمر وطن غيرك لكن وطنك يبقى احنا كده بدلنا وطن غيرك ووطنك بدلنا المعطوف والمعطوف عليه وسبقنا لكن بالنفي اتنين ان كلا القائدين لا يتوانيان عن ظهر العدو اجعل اسم ان توكيد فين اسم ان كلا عايزين نخليه توكيد هنجيبه بعد المؤكد بعد القائدين يبقى هنقول ان القائدين اسم ان منصوب هنخليها زي ما هي ان القائدين وكلا هنقولها كليهما ان القائدين كليهما لا يتوانيان عن ظهر العدو يبقى احنا كده جعلنا اسم ان اللي هو كلا خليناه توكيد بقى كليهما وينفع نشيلها اه ان القائدين لا يتوانيان طيب د أجب عما يلي واحد عاش جند مصر مرفوعي الأعلام كيف عاشوا مرفوعي مرفوعي دي حال اللي هي مرفوعين مرفوعين وحذفنا النون للإضافة بعدها مضاف إليه يبقى دي حال مفرد بيقول لنا حول الحال المفردة لجملة عايزين نخليها جملة يبقى اقلبها فعل او حط قبلها ضمير قول وهم مرفوعي لا وهم مرفوعون بقى يبقى عاش جند مصر هنقول وهم مرفوعون ونشيل النون للاضافه اقول وهم مرفوعوا الاعلام يبقى جمله اسميه او اخليها جمله فعليه اقلبها فعل أو عاش جند مصر يرفعون الاعلام يبقى انا حولتها جمله اسميه وجمله فعليه اختار اللي تعجبك اتنين حدد الفعل المبني الفعل المضارع لو اتصلت به واو الجماعة يا المخاطبة ألف الاثنين بيكون معرب بيكون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون امتى بيكون مبني لو اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد بيكون مبني وبين علامة البناء برضو دي ثابت الفعل المضارع لو اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على السكون لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على الفتح يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وبكده يبقى احنا خلصنا حل ال20 سؤال بتمنى لكم التوفيق لايك للفيديو شير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته